مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وآخر الأحداث الرياضية في برنامجكم اليومي الديوانية. ثاني أيام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في صراع الصدارة. النصر يمسك بتلابيب النقطة الفارقة عن الهلال عبر الاتفاق وبين جماهيره، ويتصدر الترتيب منتظرا من الشباب غدا أي خبر عن الهلال. والفيحاء يلحق بالتعاون في 90 ويتعادل بسبب الطرد والهوى حسب رصد فيتور كامبيلوس مدرب التعاون. ليبقى السؤال، أين التعاون الممتع في الموسم الماضي وفي آخر مباريات الجولة؟ الوحدة ليس النصر أو الهلال أو الأهلي أو الاتحاد يا حزماويون، الفرسان خماسية تطيح بالحزم وصموده. رحب بضيوفي في الحلقة واللي أسعد بوجودهم معي اليوم في حلقة هذا المساء. أبدأ بالأستاذ مساعد العبدلي، الأستاذ سعد المهدي، الكابتن والنجم محمد الدبيخي، الأستاذ بندر الراشد، الأستاذ فواز الشريف، والأستاذ سالم الأحمدي. حياكم الله معي يا جماعة، مشرفيني ولارا ألف مبروك ما جاك، تربى في عزك حبيب. تسلم تسلم عبد. قبل البداية سعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاج الديوانية واللي دائما ظاهر معك أسفل الشاشة. دائما نبدأ الحلقة معكم زي ما تعودتوا بالأخبار، آخر الأخبار في برنامج الديوانية. ضمن مباريات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انتهى مساء اليوم لقاء التعاون مع الفيحاء بالتعادل بهدفين لكل منهما، فيما تصدر النصر مؤقتا بعد فوزه على مضيف الاتفاق بهدف دون رد. وفي اللقاء الأخير تغلب الوحدة على ضيف الحزم. عاود المنتخب الوطني تحت 23 عاما اليوم الجمعة تدريباته بعد مواجهة منتخب أوزبكستان يوم الأربعاء الماضي. من جانب آخر احتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تايلاند ببعثة المنتخب الوطني، وذلك بمناسبة تأهله لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. تختتم منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم غدا السبت بثلاثة لقاءات مثيرة، حيث يستضيف أبها فريق الفيصلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة، ويحل الهلال ضيفا على الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. وفي اللقاء الثالث يستضيف الاتحاد فريق العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. أنهت إدارة نادي الفيحاء عقد المحترف البرازيلي رافائيل هنريك أسيس بالتراضي بين الطرفين بعد منحه مخالصة مالية نهائية، وسيعود اللاعب إلى فريقه سبورتينغ براغا البرتغالي، حيث أن اللاعب تم التعاقد معه في يوليو الماضي بنظام الإعارة. طيب، استطاع النصر طبعا اليوم الفوز على مضيفه نادي الاتفاق بهدف دون رد. خلونا نتابع اهداف اللقاء ونتذكر المباراه بصوت المعلق الزميل العزيز عبد الله الحربي. التمريره ملعوبه في الجهه اليسار الى احمد موسى، انطلاقه من احمد موسى، موسى عدى، موسى انطلق ولعب عرضيه باتجاه الظاهره عبد الرزاق حمد الله اللي سجل الهدف الاول، واحمد موسى يصافح الجماهير النصراويه مع هذه الكره الملعوبه باتجاه الظاهره عبد الرزاق حمد الله، وهدف اول لصالح النصر. النصر يتقدم بواسطه عبد الرزاق احمد موسى في مصافحه للجماهير النصراوية، وعقد وفاق وعقد محبة من أحمد موسى مع جماهير النصر. طيب، أبدأ هذه المباراة من النجم السابق الكابتن حمد الدبيخي ونجم الديوانية واللي دائما محارب عبد الله. وعبد الله اليوم النصر ظهر بشكله وطريقته، الاتفاق ما كان فيه ردة فعل على الرغم مثلا من التغييرات اللي كانت موجودة، لكنها ما أحدثت تغيير فني. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مبارك للفرق الفائزة، وأرسلت لسالم مباركة بالمولود ما رد علي، ما أدري ليش متكبر. أتمنى يعني العموم أنا أشوف المباراة اليوم. دقيقة، متى أرسلت؟ ما أقدر حين أثبت شيء في الهوى. حين متى ارسلت؟ ما جاني شيء. العموم مبروك يعني. ما الله يبارك فيك ابو عبد الله، فضلك. العموم انا توقعت امس ان المباراه بتكون اكثر مما شاهدناه من ناحيه المستوى الفني والاثاره. حلو. لكن انا مع الاسف يعني المباراه كانت اليوم اقل من المتوسط فنيا. المباراه كانت تلعب من فريق واحد.
أنا بالنسبة لي بعد خروج الاتفاق مع الكاس صار عندي قناعة أن الموسم انتهى بالنسبة للاتفاق. لا انتهى البقاء. واليوم اللي يستشعر أداء اللاعبين دور الأول أبو عبد الله لسه بدري، خلاص ما في لا بتنافس فوق ولا بتهبط. فنفس الشعور اللي أنا عندي الآن بعد المباراة شفته اليوم على الواقع في اللاعبين. لا ردة فعل، لا روح، لا عطاء، لا هجمة. يعني تصور المدرب النصر يصرح هذا، وأنا أكلمك أن النصر مش في عطاء يعني. طيب. إن الشوط الثاني يقول الحارس في إجازة يعني ما ولا هجمة. طيب. فما أدري، أنا أعتقد إن أنك عندك أسبوع مثلا إن في استراتيجية، في أهداف، إيش أبغى من المباراة، التشكيل، يعني حتى قيادة الكابتن خالد في المباراة. يعني كان يفهمك أبو عبد الله تقول إنه لازم يكون في تدخل إداري عن العمل الفني من بالنسبة للاتفاق. أنا قلت من زمان هذا. أي. مش أنا اللي أقول، الواقع. أي. المعطيات اللي أمامي. أي. فرق كبيرة شالت مدربين في وقت يحفز فيه الفريق. لكن اللي شايفه أنت، أنا ما أشوف أي بصمة أو نقلة نوعية. يعني ممكن إحنا نقول في البداية مع أو ننتظر نشوف شو اللي بيصير في الفريق، لكن اللي نشوفه ولا شيء. حتى قالوا مثلا ان احنا نبني فريق، نشوف الحدادي الان ليبني، معناه نفس اللاعبين بيكونون معاك. حلو. كيف تبني انت واللاعبين الان اللي جبتهم تستغني عنهم؟ حلو. يعني قراءه المباراه اليوم مثلا على سبيل المثال، يعني اي مدرب انت لما تشيل مهاجم عندك المهاجم الاحتياط اجنبي، نعم، او اول تغيير للمهاجم بمهاجم، صحيح، هو نزل مين؟ الطريس مع الهزاع، ثم نزل دوكار اللي هو المفروض لاعب أجنبي إضافة للفريق مكان صالح العمري اللي هو يلعب طرف. حتى قراءته للاعبين لشكل الفريق ما فيها أي شيء يوحي إن في عمل للمدرب. إحنا ممكن نقول عاطفيا مع المدرب الوطني وندعم، لكن في النهاية هذا عمل أداء أمامك. فأنا ما أشوف التغييرات مثلا، كان دائما في ثلاث أسئلة، أنا ليش أغير، من أغير، وإيش أبغى في التغيير. هذه أسئلة ثلاثة يطرحها المدرب في عقله قبل التغيير. اليوم نشوفه شالها فلان زي ما ذكرت لك، وغير بسرعة. محنشي كان مصاب، كان يعني مصاب، ويعني كان خلاص وقف، يعني كان الفريق ناقص. نعم. على العموم اللاعبين طبعا جزء كبير أيضا أنا أحملهم، لأنك لاعب محترف يجب حتى لو المدرب في مش مقتنع منه أو سيء، أنت يا أخي لك اسمك، أنت قاعد تجي الآن لاعب محترف للنادي. حلو. تأخذ راتب. فأنا ما أشوف، يعني ما أشوف أي ردة فعل اليوم. النصر أيضا أنا أشوف يعني مش في مستواه المعتاد، لكن لقى فرصة وسجل منها وصنع كم فرصة. نعم. بضفاف على النصر يستمر يعني تمسكه بالصراع على مستوى الصدارة مع الهلال، حمد الله يظهر مرة أخرى ظاهرة زي ما قال عبد الله الحربي في التعليق الظاهرة، حمد الله. صح. مساء الخير زين عبد الرحمن، أمس عليك وعلى الزملاء الأعزاء وكل من يشاهدنا الآن. مبروك للنصر وحظ أوفر للاتفاق. وشوف طبعا النصر، يمكن النصر والهلال والأهلي تحديدا من الآن حتلعب بمباريات كؤوس، يعني لا تنتظر المستوى اللي يكون طب. المهم الآن أنك أنت ما تفرط بالنقاط حتى تستمر في المنافسة. حلو. يمكن هذا اللي حقق النصر، بس النصر أيضا ما كان بالصورة السيئة أبدا، بالعكس النصر خلق فرص واستمر في نفس السيناريو اللي يعاني منه في كذا مباراة، وهو إهدار فرص كثيرة. لكنه يكتفي أو يحقق الأهم، وهو تسجيل هدف يمنح الثلاث نقاط. ما سبب هذا الإهدار؟ قلة التركيز، ربما تسرع. أنا أشوفها تسرع أكثر من أي جانب آخر. احيانا التركيز ايضا على حمد الله ربما يكون سبب، مع انه بامكان كل اللاعبين يسجلون. بس لو تلاحظ يعني حتى الهدف انه كان، يعني ممكن يكون حمد الله هذا شعور استخدم ايجابيا لكن صار سلبي، لانه شعور نفسي في كل الفرق لما يكون في لاعب هداف متميز. نعم. احيانا هو ايجابي بلا شك، لكن قد يكون في بعض الاوقات انه التركيز عليه، مع انه مفترض يكون، لو تلاحظ في كذا كره جوليانو يكون مكان حمد الله. صحيح. قابل للتسجيل، لكن في فرص تهدر. انا اشوف انه انخفاض مستوى النصر جزئيه في المباراه بسبب الاتفاق، اعتقد. الاتفاق ما كان الفريق المنافس اللي حفز النصر انه
واتوقع لو سجل الاتفاق ربما النصر ظهر بشكل افضل. هذا جانب. الجانب الاخر انه اليوم يمكن اخر مباراه للنصر تكون الدكه ضعيفه، لاعيبه المنتخب الاولمبي سيعودون من الجوله المقبله، وهذا ايضا يقوي الدكه، ويمكن هذا اللي كان يشتغل عليه السيد فيتوريا. الاتفاق ممكن يتكلم عنه حمد اقرب مننا، لكن اكيد انه بس انا اختلف مع حمد انه ضمن البقاء، لا البقاء ما ضمن البقاء. شوف الفرق كلها قويه، والهبوط خطر على كل الفرق اللي يمكن من السابع والثامن. ابو ضفاف حمد تتذكر كان عنده قاعده اذا ما جبت 16 نقطه مدري 14 نقطه فانت ترى لا خليك ركز عدل، لا تقول 14 انا قلت 16 ها اي فما طيب. تقول قال كذا وكذا طيب 16 انت ما قلتها قلتها قلت 16 لا لا محسوب الكلام عليه، في ناس قعدت لي في الديوانيه طيب شوف انا اشوف ما في شك، شوف انا ما احب اقول مدرب وطني ومدرب اجنبي، بالاخير هو مدرب علينا نقيم عمل مدرب امامنا، ما في شك انه الكابتن خالد العطوي يتحمل اشياء كثيره، يمكن ضمنها التغيير كنا نتكلم تحت الهواء انا وحمد انه التغييرين اللي سواهم متاخرين اولا تسببوا في اكمال الفريق المباراه شبه ناقص واحد اللي اللاعب اصيب وما قدر يستنفذ التغيير، لانه استنفذ التغيير ما يقدر يستبدل. جانب الاخر انه بالفعل التغيير الاول والتغيير الثاني والثالث، لان الاول اعتقد انه كان اضطراري، الثاني والثالث كانت بامكان ان يجريها في تغيير واحد لكنه هو صحح الخطا. جانب ثالث انه ما في شكل اتفاق يمكن افتقد اثنين من المدافعين، ايوه الظهير الايسر المعار نعم وقلب الدفاع اللي يمكن وضع فريقه في موقف صعب بسبب بطاقة حمراء، لكن هنا أيضا نحمل الإدارة والمدرب. أنت كيف تستغني عن الظهير الأيسر وتعيره وأنت ما جه وفرت البديل، خصوصا أن اللاعب الظهير الأيسر يمكن حمد يوافقني كان متميز، يعني لاعب كان عنصر مؤثر في الفريق، واليوم بالعكس أنت جبت سعد خير اللي كان ظهير يمين ويلعب ظهير ايسر ما يقدر زمان كلنا نسمع والله ابو ضفاف اللي في الاتفاق ما ظهرت يعني بغض النظر لكن ما كانت مؤثره بالاخير انت بالاخير انت ضعفت الفريق ضعف يعني انت الان شلت الظهير الايسر المفروض انك انت ما تمشي اللاعب شوف الوحده شغل الوحده كيف ما في لاعب مشى الا في بديل وهذا خلى الوحده اليوم تكون في وضع جيد صح. انا اشوف انه الاتفاق في موقف صعب جدا ودائما الهزيمه تجيب الهزيمه وفي ضغط على المدرب خالد العطوي وقلت مره ثانيه اقول عليه انه هو لا يفهم عمليه مدرب وطني او غير احنا نقيم عمل حلو لا يعنينا من يكون هذا المدرب لكن ما في شك انه الاتفاق اللي احنا نشوف بالامكان يكون افضل مما شاهدنا صراحه. خليني بروح معك استاذ سعد المهدي باخذ يعني ما بروح للزوايا الفنيه بشكل كثير لكن بسالك مثلا على الاتفاق على هذا الظهور حتى فيه ما في حضور إعلامي للاتفاق بسبب هذا المستويات الفنية اللي قدمها الاتفاق من فترات متتالية. الاتفاق في كل مرة في كل تجربة تكون أقل فنية من التجربة اللي قبلها حتى على المستوى الأسماء الفنية ما نتذكر كثير من الأسماء اللي كانت مؤثرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا نهني النصر اليوم بمناسبة حديثنا عن مباراة مع الاتفاق ونقول الاتفاق حظ وفر. بالنسبة وضع الاتفاق إعلاميا أعتقد أنه مو جديد يعني هذا يعني اعتاد عليه يمكن من فترة ما انقطعت إنجازاته في يمكن التسعينيات تقريبا وأصبح الاتفاق يعني الفرق البعيدة عن الأضواء بمعناها يعني الصحيح وفي الوقت اللي أيضا يمكن هذا المؤثر على الاتفاق أنه ما عنده صوت إعلامي لا طبعا لا في تعديل المسار للاتفاق إطلاقا لا هو اوكي احيانا لا لانه مو الاعلام مو باللي لعب يعني اذا ما عندك فريق جيد وامكانات جيده وعناصر جيده بس يعدل منظومه كامله جيده يعدل لك ابو نواف في الاعلام يعني شفنا عندي كثير ابتعدت فترات وكان الاعلام الضغط الاعلامي والقوه الاعلاميه جعلت الفريق يتعدل على العمل الاداري على كثير من وعلى اي حال مو على كيف الواحد يعني يقدر يحط فريق يعني تحت الاضواء ومخدوم اعلاميا لانه يبغاه يعني بهذا الشكل اذا لم يعني يكون هي بناء خلفية وتاريخ وثقافة نادي بهذا الشكل حلو. تصل بها أحيانا إلى يكون تحت الأضواء حتى لو يكون فريق عنده نتائج سيئة وعنده مواسم سيئة وأحيانا يكون في فريق يقدم يعني أفضل الإنجازات ويكون حظوظه ضعيفة في مسألة الإعلام زيه بالضبط زي بعض اللاعبين يعني أحيانا جيك لاعب تلاقيه نجم وعنده تاريخ وقدم أشياء كثيرة سواء لناديه أو المنتخب وتلاقي لاعب أقل يمكن من إمكانيات أو إنجازات وتلاقيه يحظى بالضوء الإعلامي أكثر وهذه مسألة ما لها علاقة في القيمة الفنية داخل الملعب هي يمكن امتداد تاريخ قاعدة من تحت بيئة ثقافة نادي ثقافة مجتمع داخل وحوالين النادي ارتباطه يعني التاريخي بالإعلام استمراريتها وعدمها. الاتفاق طول عمره
كان يحظى صراحة بالاحترام ولا زال يعني من الإعلاميين كفريق أقدر أقول إنه يعني مناضل يعني محقق إنجازات من بإمكانات قليلة وبأحيانا شح مادي وأحيانا عدم إعطائه يمكن يعني القيمة الحقيقية إعلامية رغم هذا يحقق إنجازات لذلك دائما يحظى بالاحترام على المستوى الوسط الرياضي وكان له كرة جميلة يمكن كرة أتذكرها أنها كانت يعني يمكن يبحث عنها في أنديتنا بالذات الآن لما ظهرت قيمة الاستحواذ أو جمالية الاستحواذ نتذكر اتفاق يمكن أول من علمنا مسألة الاستحواذ الكرة المربعات والمثلثات نعم. والكرة البنية وامتلاك وسط الملعب يعني أيضا هذا تاريخ بالنسبة له انقطع يمكن مع انقطاع النجوم اللي كان لهم دور وتأثير أنا أتصور طبعا الاتفاق اليوم قياس على مباراة اليوم أعتقد أنه خرج بأقل الأضرار لأن المباراة الحقيقة كانت يعني النصر اليوم أظن أنا يعني كما أعتقد أنه كان في أفضل حالاته من حيث السيطرة على 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 أدائه عادة النصر ما يسيطر على أدائه حتى لو فاز مرة هذا الفريق كان مسيطر على أدائه ما تتفق مع حمد أنه النصر ما كان اليوم في لا لا النصر يعني النصر بعد تسجيله للهدف الأول واطمئنانه للنتيجة وعدم وجود ما يعني يحفزه للبوادر الاتفاق انه بيكون يعني يعني ما في ذاك الضغط عليه اللي صح. يجعله يعني يغير من ايقاع اداء خلاف ايضا انه اجبر ترى الاتفاق على هذا الشيء ودل الكلام في توري بعد مباراه بنور واجبر الاتفاق على هذا الشيء يعني ترى يمكن العمق كان مغلق بالنسبه للنصر كان افتكاك الكوره كان يعني 100% بالنسبه للاعبي النصر كان فيه جديه وكان فيه ثقه وكان فيه اطمئنان وكان فيه لعب هادئ يعني وما في لا وما كان متسرع كان في بتروس يعني في افضل حالاته كان اليوم ايضا يعني يمكن الخروج عمر هوساوي اللي نتمنى له السلامه طبعا كان يفترض يكون مؤثر ولكن ايضا صار فرصه ايضا لاثبات الماس اللاعب الجديد والصاعد ايضا لاقدامه في هذا المركز واعتقد انه راح يستمر ان شاء الله في هذا المركز يعني على الاقل كبديل ناجح يستطيع أن يسد الخانة في وقت الاحتياج لها في يعني أنا يمكن اللي بس المفارقة يعني أنه الآن النصر أنهى طبعا القسم الأول ب 33 نقطة نفس يمكن الدور الأول من الموسم الماضي أيضا أنهاه ب 33 نقطة الهلال أيضا لو تمكن من الفوز غدا سيكون ب 34 نقطة وكان في الموسم الماضي ب 30 نقطة الفرق الثلاثة اللي تحت كان الباطن 14 والاتحاد 6 وواحد 6 إن شاء الله ما تنعاد يا فواز السنة هذه الفتح 10 والعدالة 10 وضمك والعدالة العدالة 9 وضمك 9 يعني ممكن يكون الحديث للزملاء أيضا فيها نوع من المقارنات في بين موسم وموسم أو بعض الدلالات يعني الاتحاد أنهى الموسم الماضي الدور الأول بست نقاط بست نقاط نعم ست نقاط بس هذه عظمة الاتحاد شوف شلون رجع يعني وقدر أنه أيضا تأكد من الرقم والله إن شاء الله نتأكد ست نقاط الاتحاد جاوبت في كل يوم الظانت نايم جاوبت أنا بكل يوم ست نقاط الاتحاد أيوة هذا فريق كبير عنده متغير الاتحاد ست نقاط عنده متغير قاعدتك ما هي صحيحة لا قاعدتك فيها استثناء إذا ما هي قاعدة قلت لك أنت بس إذا ضبطت مع الباطن برضه لا بس اسمعني أنا قلت لك اليوم لما تكلمت قلت لي الاتحاد كان قلت لكم بس هذا عنده ملاءة مالية قادر على التغيير في الشتوية وهو لما صعد متى لما غير في الشتوية بس الأندية هذه ما عندها ملاءة مالية خلاص في سالم لا ما كيف عنده قدرة كاملة أنا بسمعك فواز شو الزاوية اللي تأخذها من خلال مباراة اليوم النصر والاتفاق وإحنا ننهي الدور الأول أيضا أولا أمسي عليك بالخير على وجهك طبعا ننهي وكل ما غيب عن الديوانية أرجع فيه تباريك وتهاني وأفراح وانتصارات للرياضة السعودية ولكم ولحضوركم الجميل النصر يمكن أنا فنيا ما أعرف أقرأ قراءة فنية لكن أعتقد أنه فوزه بالنسبة للمحبين وللمتابعين وللمنافسين أيضا يعطي شيء من الانتباه وسط هذا البرد هو شيء من الدفء
ويعيد أيضا لبعض الأمسيات السوالف الجميلة عن كرة القدم، يحرك جدول الدوري ويحرك الكراسي على طريقته، يلعب على مستوى عالي إذا أي خصم حاول أن يرفع رتم المستوى ويبقى على مستوى حسب نتيجة المباراة. يعني هذه أكثر شيء أقدر أقوله عن طيب بالنسبة للدور الأول أبو سارة، يعني احنا قريبين الحين خلاص بنخلص الدور الأول، عطني الزخم كيف أنت تأخذه على مستوى الدوري في دور أول. الدور الأول أعتقد أنه مرحلة بدايات، لا زالت النقلة السعودية الاستثنائية اللي حدثت من الموسم الماضي إلى هذا الموسم والبذخ الموجود المادي سبب صدمة حضارية لدى الإدارات كلها وحتى الجماهير وحتى المتابعين. حتى أنه لو رجعنا بنقيم أبرز الأجانب اللاعبين أعتقد عدد بسيط وأندية بسيطة اللي استفادت، واتجهوا الفريقين، فريق يقول لك أنه 7 لاعبين يؤثروا على الدوري وفريق يقول لا نتمنى زيادتهم كمان على الدوري. ليه؟ لأنه يعني طبيعة الشيء اللي حادث في المنافسة ما بيقروا قراءة بعيد عن إدخال ذواتهم في عشان يقرأها بطريقة صحيحة. ذواتهم يعني تقصد ميولهم؟ ميولهم أو ذواتهم أقصد حتى آراءهم، يعني رجل فني تجده يدخل رؤية الفنية في القرار اللي هو حيعطيه وحيتخذه في طرح الرأي. أعتقد أن إلى الآن ما استوعبنا الأمر. أعتقد أنه 7 لاعبين محترفين ممتازة، وأعتقد أنه نحتاج مستقبلا كيف إحنا نوظف هؤلاء 7، أنه ما يكونوا كلهم ميسي ولا كلهم مارادونا. أنت دخلت ذاتك في هذه ولا؟ لا ما أعتقد، لأني أنا ماني فني بالدرجة كبيرة، لكن أعتقد أنه إحنا في مرحلة تشكل هوية الدوري، هوية الأندية، لازم أنه إحنا نعرف كيف أنه أنا أجيب لاعب أجنبي مستوى عالي جدا مقارنة بلاعب محلي مستوى بسيط جدا، وبالتالي لازم يكون عندي مقاربة في هذا الأمر. وهذه تشوفها مثلا في النادي الأهلي، في النادي الأهلي عنده محترفين على أعلى مستوى وعنده لاعبين محليين على أعلى مستوى، ومع هذا مو قادر يعمل التوليفة اللي هي تساعده على انه يكون في الصدارة، وان كانت نتيجته الاخيرة تساعده في البقاء في الواجهة. اعتقد سنكرر في الدور الثاني المنافسة الهلالية النصراوية، وحتكون منافسة خارج الملعب أكثر. إيه، ولأن هي ما تجمع النصر بالهلال، يعني إعلامية هتكون ما تجمع النصر بالهلال إلا مباراتين طبعا إعلاميا. حالة التجاذب الحاصلة بين الهلال والنصر ترى دخلت في تفاصيل كل شيء، حتى في نتيجة تأهلنا للطوكيو كان فيها تجاذب هلالي نصراوي على موضوع مبهج للجميع سواء كان هلالي أو نصراوي. وهذا خطأ إعلامي، وإحنا ما بنناقش الخطأ الإعلامي لأنه الزملاء يعني نرى فيهم أنه إمكانية تلمس الواقع الحقيقي للمرحلة. إحنا نعيش مرحلة انتقالية، وبالتالي لازم نعزل أنفسنا في 10 سنوات الماضية عن السنتين هذه اللي إحنا عايشينها عن السنوات القادمة، ونتشكل مع هذه المرحلة عشان نستفيد منها. أعتقد مباراة النصر زي ما قلت لك مع الاتفاق، اليوم الفوز اللي تحقق للنصر هو طبيعي جدا عشان تستمر الساحة بنفس الأحاديث بنفس السوالف بنفس الأمنيات، وزي ما ذكر أبو نواف في إحصائية النصر أنهى موسمه الدور الأول ب33، الآن يكرر الفرق أنه أفضلية هلالية. المعنويات التي عاد بها الهلال من آسيا تختلف عن المعنويات الماضية، وبالتالي إحنا أمام موسم هلالي نصراوي له لون ثاني إذا استفاق الاتحاد ولحق بالركب مع الشباب والأهلي حتى تصبح لها تأثير. طيب بروح لك سالم الأحمدي، يعني فيه أيضا بالنسبة للنصر أرقام النصر واللي يكسر رقم خاص فيه لأول مرة طبعا يحدث بدور المحترفين، النادي الوحيد اللي ينهي دور كامل ولم يتلقى سوى 6 أهداف في مرمى بالنسبة للنصر. وبربط معك سالم في مباراة الأمس مثلا للأهلي، تكلم على صراع الصدارة ما بين الهلال والنصر، الأهلي مباراة الأمس كانت مفصلية للأهلي أنه يبقى
في محاولة مطاردة المتصدر والوصيف والدخول معهم في المنافسة. دخول الأهلي بيكون إضافة على مستوى الدوري، أو أنك تشوف الأهلي ليس قادر حتى في الدور الثاني أنه يروح يدخل في المنافسة بشكل عميق مع الهلال والنصر؟ كويس أنك خرجت بنا عن محور النصر والاتفاق، لأن الزملاء ما شاء الله ما قصر شعور المباراة هذه طرح. شوف أنا أعتقد أن الأهلي أمس 89 دقيقة لعبها الرائد، والأهلي لعب دقيقة واحدة فقط المتمثلة بهدفي عمر السومة. الأهلي زي ما ذكر فواز أعتقد أنه فعلا يحظى بكتيبة لاعبين أجانب مميزين جدا وكذلك المحليين، ولكن الأهلي هو منظومة، أي في خلل في المنظومة انعكس بظلاله على كل عناصر المنظومة البقية. فأنا ما أشوف إحنا كملنا ننتظر بيان الهيئة العامة للرياضة التفصيلي، أعتقد انتهت التحقيقات. ليش؟ لسبب واحد، الآن فترة التسجيل بتنتهي يعني. نعم. والجمهور منقسم، من الذي يتعاقد في هذه الفترة، سواء المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور أو إدارة النادي؟ هذه الضبابية في المشهد الأهلاوي يعني. وأيضا الإدارة عندها حسب مصادري عندها أكثر من قرار، بس تنتظر الأمور بالنسبة لهيئة الرياضة تكون واضحة أساس في قرارات ثانية ستتخذها ممكن الإدارة. مو هي المشكلة عبد الرحمن أن الضبابية في المشهد الأهلاوي للأسف الشديد أنا قلتها يعني جعلت الدم ضايع في الأهلي يعني بين القبائل، كل واحد يقول مو أنا يعني. فبالتالي هذه الإشكالية الكبيرة جدا اللي نقول ممكن الأهلي ما يكون في سباق مع النصر والهلال، ولكن خلنا نتحدث عن الثلاثة رغم الأسماء الفنية أسماء كبيرة يعني. أنت شفت أمس من المباراة الأهلي ضايع، الأهلي ما قدم أي شيء في مباراة الأمس. الرائد كان متميز بشكل كبير على مستوى العناصري، على مستوى الأداء، على مستوى الروح، على مستوى الرغبة في الفوز. نعم. يعني الرائد يقدم مباراة كبيرة أمس، صحيح يعني مسألة أن الأهلي فاز ونبارك لهم لكن ما هو صحيح. خطف الفوز. كان عند في خلل أمس، السومة خطف الفوز أمس من الرائد، خطف الفوز. فبالتالي ليش أنا أقول لك زي ما ذكر فواز نصر هلال، وعلى فكرة ترى يعني شوف الموسم هذا ما في فريق يقنعك. شوف ممكن الهلال قبل ما يرجع من طوكيو كان مقنع بينه وبينه، ثم الهلال يعني ما هو حتى في المباريات الأخيرة يفوز بس ما هو مقنع. النصر في كم مباراة يرجع في توريا ويرجع في توريا، وكنا نقول النصر ما هو مقنع. نعم. الزميل مساعد يقول المباريات المقبلة مباريات كؤوس، أنا ما أتفق معك. ليه؟ لأن هذه 15 جولة يا أبو ضفاف، باقي 15 مباراة، إذا ما كان في إصلاح على المستوى الفني والإداري والعناصري هذا يعتبر نصف موسم كامل. ديمومة في العمل على الاستمرار. نعم. يعني مسألة أنك اليوم النصر فزت على الاتفاق وهو متهالك، وفزت على فرق في الشوط الثاني لحقت فيها، هذا مو معناه أن النصر متعافي. النصر الفترة الحالية مستوى متذبذب جدا. وأنا ما أعرف فين المشكلة يعني. الفريق يحظى بدعم كبير شرفي إعلامي جماهيري، الفريق يحقق بطولة السوبر، الخلل فين في النصر؟ أنا والله ما أعرف. بالسالم النصر أنهى الدور الأول. سؤال عبد الرحمن في مرمى 6 أهداف. نعم. وهذا دليل على أنه قاعد يلعب ملاكمة. نعم. هو قاعد هناك يضرب في باب الخصم. معناته تقريبا في كل مباراة. خلينا بعد أقل من نص هدف. يعني قاعد هو طول المباراة. فين المباراة الآن إذا النصر في مرمى 6 أهداف؟ فين المباريات؟ المباريات هناك. مرمى الخصم. في مرمى الخصم. وبعدين قابل الهلال منافس المباشر فاز عليه وتجاوزه، قابل الأهلي وقابل الاتحاد، لو فرضنا على انه ممكن تكون الكفة متوازية الشباب وحدة. هو النصر قاعد يضرب في الامام. صحيح انه اليوم في كثير فرص بسيطة جدا تسجل اليوم في المباراة، تجدها 1-0. اليوم ترى فوزه مهم على الفريق الاتفاق المتهالك اللي انت تقوله، بس مهم مثل الاتفاق ممكن يعمل لك مفاجأة، يصطادك في جولة من الجولات. خليني انا اوضح جزئية الخروج مغلوب سالم لو سمحت لي. شوف ممكن تسجل 4 أهداف 5 أهداف ومستواك جدا متميز، لكن ما هذا المهم. المهم اليوم الدور الثاني مهم انك تكسب لسبب واحد. خلينا نرجع لموضوع الملاكمة، لأن الفريق اللي بتقابله في الدور الثاني لن تقابله مرة أخرى، فمجال التعويض غير موجود. هنا الفرق بين الدور الأول والدور الثاني. الدور الأول ممكن النصر يخسر من الفريق ألف، حتى لو خسر يقول أنا عندي فرصة في الدور الثاني ممكن أكسب هذا الفريق وبالتالي أرجع إيفن متساوي. الدور الثاني لا،
ما هي فارقه مع ابو ضفاف عفوا. لا تفرق عشان كذا ليش انا اقول الفريق الوحيد اللي ما يتمنى يخسر منه في الدور الثاني منافسه. لا لا مو شرط. اي فريق اي نقطه يخسرها امام الفرق حتى متذيله الترتيب خليني تؤثر على مسيرته. لا انا اقول لك ليش. فبالتالي هو ما يبحث عن الفريق اللي تجاوز مثلا اليوم فوز النصر ما يشكل ضغط على الهلال بكره اكيد. بالتالي هذه الفكره اللي اقصد هو الدور الثاني النصر والهلال بيلعبوا بنفس هذا الفكر انه كل فريق 15 مباراه 15 مباراه دون حلول لانه لا مجال لا لا دون ايجاد حلول لا الواضح. لا هي انت كيف تحقق الفوز الا من خلال حلول اكيد. شوف لا يمكن انك تهمل الجانب الفني بس بالاخير فكره المدرب ورؤيته انه المهم ان يخرج كسب المباراه. لا كلامك صحيح على مستوى المباراه اليوم مثلا اليوم انا اتكلم اني اخرج فايز حتى لو ما كنت سيء. على المباراه اليوم بعد كذا لا لكن انا اكلمك على مستوى النصر هو مقنع لك الثلاث مباريات الاخيره. انا قلت تعليق على حمد انه النصر ممكن غير مقنع لان المقابل المنافس ما كان بالمنافس الثقيل. طيب. بس انا اقول انه مهم جدا انه الدور الثاني انت ما لا تخسر لانه لن تعوض الفريق اللي بيكسبك ما راح تقدر تكسب مره ثانيه. بس طيب بندر راشد بروح معك على المباراه من حديث خالد العطوي بعد المباراه واللي قال بعد المباراه احنا لعبنا بطريقه الكبار وكسبنا الثقه من خلال المباراه. في كل مره خالد يعني يظهر بمثل هذه التصريح تكون في بعض الأحيان تشعر أنها ما هي منطقية يعني أنه أنت تخسر مباراة وتظهر غير مقنعة غير مقنعة وما فيها ما هي منطقية ما كان في ظهور يعني للاتفاق في المباراة. وبربط معك على مباراة الغد وإن كنت أنا بستبق الحديث فيما يخص الشباب وزي ما قال قبل شوية أبو ضفاف الهلال بيدخل المباراة عطفا على نتيجة اليوم اللي حققها النصر بتصير مباراة مختلفة. صحيح. شوف فيما يخص خالد العطوي والمستويات السيء اللي جالس يقدمها نادي الاتفاق اليوم انا اتفق مع ابو ضيف في مساله المدرب الوطني. اليوم احنا جالسين نتكلم عن فريق يلعب في الدوري السعودي للمحترفين فمعاملتك كمدرب لن تكون متغايره عن المدربين الاخرين ولذلك اليوم جالسين نشوف ظهور الاتفاق بالشكل السيء الشكل اللي يعني ما كنا ننتظر الاتفاق بالظهور هذا. فيه اخطاء فنيه كذلك فيه اخطاء اداريه في الفريق الاتفاقي كل هذا يتحمل الجهاز الفني والجهاز الإداري. اليوم لما نتحدث عن شخصية الكبار هي اللي لعب فيها فيتوريا. اليوم لما نتكلم عن شخصية البطل والكبار اليوم فيتوريا يعني قلت إدارية مثل إيش أخطاء إدارية يعني الإدارة هي تعرف الخلل اللي موجود اليوم بالإضافة للجهاز الفني في الفريق. مسألة مخالصة اللاعبين يعني ذكرنا قبل شوي وذكر أبو ضفاف أنك تخالص لاعب ولا تأتي بديل له الإدارة اليوم أنت محاسبة على هذه المخالصة بالإضافة إلى الجهاز الفني فالأخطاء مشتركة في نادي الاتفاق. قلت لك أنا فيما يخص مسألة اللي لعب اليوم بشخصية الكبار هو نادي النصر نظير يعني المستوى السيء اللي قدمه نادي النصر لأن النصر يعني بحث عن تحقيق نتيجة إيجابية وكان هذا المطلوب من الفريق حتى من تصريح المدرب اليوم بعد المباراة يعني اليوم احنا نملك في الدوري السعودي واحد من أفضل المدربين اللي مروا على الكرة السعودية وهو السيد فيتوريا جالس يقدم عمل كبير وحتى مسألة الاستقرار الفني اللي اليوم موجود لدى هذا المدرب يعني شفنا نايف الماس والمستوى الكبير الغير متوقع يعني كنا نتوقع أن يكون مستواه أقل لأنه ظهر مظهر وذكر هذا حتى في المؤتمر الصحفي أنه أنا جالس أسس إلى سياسة جديدة وهي أن يكون اللاعب البديل بقوة اللاعب الأساسي بالفريق. ذكر نقطة أخرى اللي هي مسألة إعلان أسماء اللاعبين أو احتياجات الفريق أنها لا تعلم في الإعلام وهذا أمر صحيح إذا كان النصر يحتاج إلى لاعب فهذا يتم بيني وبين الجهاز الإداري وهذا هو العمل الفني الدقيق الصحيح اللي جالس يصير عليه فيتوريا مع نادي النصر. أنا اليوم جذبني صراحة نجومية اللاعب أحمد موسى اللي كانت منتظرة منذ الموسم الماضي يعني شفنا ظهور مغاير اليوم للنجم أحمد موسى مباراة ومباراة بالضبط يعني أنا اليوم أقول ما هو أحمد موسى اللي كان متوقع بالضبط أنا أقول لك يعني اليوم شفنا في ظهور مغاير لأحمد موسى ولكن كيف سيستطيع اللاعب والمدرب أن يكون عمل أحمد موسى بهذه النجومية طوال الدور الثاني للنصر مفروض أحمد موسى اللي بالضبط كيف هو يقدر يكسب صحيح الرضا اللي كان على من إعلان اسمه كان في رضا صحيح. كبير وانتظار صحيح كبير يعني حتى اسم أحمد موسى كان يتداول أنه ممكن تكون في مخالصة صح. شفنا النجم اليوم يقدم نفسه بشكل مغاير وهذا ما اعتدنا عليه من النجوم يعني اليوم لما نتكلم عن الاستقرار الفني في نادي النصر منذ الموسم الماضي وانت ثابت على 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 الثمان نجوم راح المدافع برونو بسبب احتياج الفريق أو الدوري إلى سبع محترفين شفنا الاستمرارية بهذا الشكل نجومية اللاعب
الحمد لله يعني فيه استمرارية بتسجيل. يعني أنا شفت دقيقة 20 تقريبا جمهور الاتفاق استفز المهاجم حمد الله بعض العبارات اللي يمكن تتردد في كثير من المدرجات. فأنا أقول لكم أنه كل ما استفزيته هذا المهاجم فأنتم الخسرانين في الأخير. يعني كل ما استفزيته سجل في أبوابكم. يعني حتى كان فيه استفزاز من أحد اللاعبين أعتقد الكويك في أرضية الملعب إلا أنه عاد اللاعب وسجل. فهذه رسالة فأنا أقول لك هذه رسالة لكل الأندية لا تستفزونه لأنه إذا استفزته بيسجل في مرة. عبد الله قمز هذول اللعيبه ما صحيح حاجة. مكسب كبير للدوري. طيب ايضا كان اليوم عبد الرحمن دقيقه بس لا تطلع بذا بس انا يخلصون الشباب انت مساء. الاخ فواز قال كلام جميل قال ان الصراحه النصراوي انت تفصل في كلام الفواز. لا لا, يعني لا انت بس طيب برجع لك بس عندي بس موضوع عندي اتصال تفضل. وكان اليوم حقيقه كانت ومضه مهمه كانت موجوده اليوم في مباراه الاتفاق والنصر. اطلقت امانه منطقه الشرقيه اليوم مبادره عن التوعيه بالنظافه تحت مسمى اماطه وكانت البدايه في مباراه الاتفاق والنصر. بهذا الخصوص ينضم معنا الان عبر الهاتف الدكتور حمد المديني وهو مدير عام اداره النظافه بامانه المنطقه الشرقيه. دكتور حمد اول شيء مساء الخير عليك واسالك عن هذه المبادره المهمه واللي اعتقد الكل يحتاجها وحتى احنا يمكن طرحناها في اكثر من مره فيما يخص الملاعب. مساء النور أخ عبد الرحمن شاكر لك وشاكر على حسن على استضافتنا معكم في هذا البرنامج عزيز وغالي. الله يعطيكم العافية. في الحقيقة هو برنامج إماطة أطلقت أمانة المنطقة الشرقية كما هو معروف النظافة العامة مهام القطاع البلدي وأحد المكونات الرئيسية لأهداف المملكة 2030 هو الارتقاء مستوى الخدمات وتحسين مشهد الحرم. نعم. من خلال ذلك سعت أمانة المنطقة الشرقية لتحقيق هذا الهدف والارتقاء بمستوى النظافة من خلال برامج التوعية وإشراك المجتمع فالبرنامج رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز في تدشينه وفي مباركته حقيقة في توجيهات سديدة في تطبيق هذا البرنامج وحث الجهات المعنية كلها في المنطقة الشرقية للمشاركة في إنجاح هذا البرنامج. وطبعا الشعار هو مستنبط من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق فقط. طبعا البرنامج له أهداف حقيقة اللي هو تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإظهار حجم مشكلة رمي المخلفات في الأماكن العامة. وأيضا هو يا دكتور بيكون في المنطقة الشرقية فقط ولا معمم على مستوى المملكة؟ طبعا هو المبادرة بدأت فيها أمانة المنطقة الشرقية يعني ولا هذه نسختها الثانية. كان في نسخة أولى للبرنامج أطلق قبل 5 سنة وتتابع بالنسخة الثانية. يعني أقصد إنه في تعاون مثلا يا دكتور بيكون مع الأمارة مع المنطقة أمانة المنطقة مثلا في الرياض في المناطق الثانية. ما في شك إنه أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية تطبق على جميع الأمانات وهذا يعني إدارة النفايات والنظافة العامة هذه من ضمن أعمال القطاع البلدي. فكل التجارب تنقل إلى الأمانات وكل يستفيد من الأمانة. طيب دكتور ليش ما أشركتوا مثلا الجماهير معكم في هذه الحملة؟ طبعا الجماهير مش يعني استغليتوا هذا الموضوع وانت تعرف يا دكتور انه يطرح كثير في المجال الرياضي. احنا نشوف مثلا صور تجي على في اليابان من اي كل مكان وتكون يعني منظر جميل وهذا يعني سلوك اسلامي حثنا عليه ديننا الحنيف بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليك. حقيقه طبعا هنا في اختلاف بين دور المحترفين ودوري كاس الملك. صارت لنا تجربة سابقة وتعاون الجماهير معنا بإصرار وصوت أكبر من كذا ولكن الإخوان برضو يعني في تعاون أيضا ما ننكر يعني هيئة عامة للرياضة في الخير مع ضابط الدوري المحترفين ونادي الاتفاق كان لهم أيادي بيضاء في التعاون معنا ودخلنا وفق الأنظمة والتعليمات اللي خاصة بالدوري واستخدمنا اللوحات الإعلانية وأيضا الشاشة الإلكترونية. حلو وحابب أرضو بس أعلق بسيطة هناك في مشاركة 120 متطوع كانوا موجودين بين الجماهير وأيضا قاموا بتنظيف الملعب بين الشوطين وقاموا بالمهام هذه. حلو. طيب يا دكتور تفضل كمل جزئيتك. وفي رسائل يعني رسائل توعوية عبر اللوحات الإعلانية وعبر الشاشة الإلكترونية. هناك أيضا في تنسيق مع نادي الاتفاق في تثقيف بيكون في استمرارية في عملية التوعية والتواصل مع هذا الشأن.
طيب دكتور حمد، عندي بس الاستاذ مساعد العبدلي يبغى يتداخل معك بيسالك في هذا الاتجاه. تفضل. مساء الخير دكتور حمد. مساء الخير، حياك الله. بلا شك، شوف، جهد يشكر طبعا من قبل الامانه، وهو مستغرب الحقيقه طبعا، مع انه انا اقول بصراحه انه للاسف انه اصبحت النظافه تحتاج الى مبادره. المفروض هذه الامور لا تحتاج الى مبادرات، لكن ايضا تشكرون على هذه المبادره. السؤال، هل هذه المبادره فقط ستكون في المباريات ام ستشمل الانشطه بشكل عام بالرياضه في المنطقه الشرقيه؟ طبعا هي فعلا هي برنامج توعيه، وسمي بحمله امام. البرنامج مستمر وقد بدا فيه من فتره سابقه، وهذه نسخه ثانيه تؤدى. حلو. طبعا هو البرنامج او الحمله لها عده برامج، منها انشطه، منها النشاط الرياضي، النشاط الاجتماعي، النشاط الاسري. نستهدف الوصول الى جميع شرائح المجتمع. طبعا الشريحه الرياضيه شريحه كبيره وفيها جماهير كثيره في الملاعب، خاصه اذا صير حدث رياضي ومباراه جماهيريه يكون لها صدى كبير في ايصال هذه الرسائل. صحيح. طبعا الحدث اليوم مباراه كبيره ولها جماهيريه، ويمكن في مباراه واحده تصل الرساله الى ما يقارب 20,000 او اكثر او اقل من العدد هذا. توصل اسرع. فدائما اي نعم. فدائما نحاول نستهدف اكبر شريحه من المجتمع. ممتاز. وان شاء الله راح يعني هناك طبعا حتى يعني اعطيك على سبيل المثال. نعم. خارج النشاط الرياضي حتى هناك تنسيق مع الهيئه العامه للترفيه، ان شاء الله خلال موسم الشرقيه الجاي حيكون في لها برامج وفعاليات باذن الله تتم تنفيذها على الارض. ممتاز، شكرا لك دكتور حمد مديني مدير عام إدارة النظافة بأمانة المنطقة الشرقية. شكرا لكم على هذه المبادرات. احنا هذا يعني شيء نفتخر انه انت تكون معنا وتعبر عن هذه المبادرة المهمة، وهذا واجب من واجباتنا احنا كإعلام اننا نقدم هذه الرسالة ونساهم ايضا في تأكيدها وإبرازها ويعني التأثر فيها سلوكيا، وان كان هذا حثنا عليه ديننا الحنيف. حمد الدبيخي، تبي تقول فواز الشريف؟ لا، فواز ذكر نقطة جميلة بس أنت حصرتها في الإعلام لما تكلم عن الصراع. أيه. اللي بيستمر خارج الملعب، أنت يعني حطيتها في زاوية واحدة بس في الإعلام، لكن الواقع أن حين الصراع امتداده في جميع الاتجاهات، فلا لا لا لا, لا, لا تحصرها في الإعلام، وكأن احنا يعني المتسببين في أو المحددين في الطرح الإعلامي يعني في البرامج. الصراع الهلال النصر يعني. ايوه، هو يتكلم عن الهلال والنصر. اي بس قال خارج الملعب. بيكون خارج الملعب. اي بس انت قلت في الاعلام. لا مش في الاعلام، هو بس مو الاعلام بس، الصراع في كل شيء. كل شيء اللي هو في كل شيء في يمس في الرياضه. حتى يمكن يقصد حمد ويعطيني فرصه اكمل رؤيتي. حتى من الواجب علينا حمايه الاتحاد السعودي لكره القدم وحمايه لجانه وحمايه هذا، لانه حيكون تجاذب كبير، حيكون في حرق كبير على مستوى التداخل بين الهلال والنصر، وبالتالي لازم احنا يكون عندنا منطقة وسط او محايدية، منطقة محايدة نستطيع ان احنا نخفف بين الاحتقان وبين التواجه اللي صاير بين طرفي المواجهة. تبي تكمل ولا خلاص وصلت؟ لا الفكرة عشان يوصل. أيوه، صحيح وصلها. طيب نرجع للإماطة. اي تفضل قول سريعا. طبعا اكيد انه انا قلت مشكورين على الجهود، لكن انا اشوف دائما اتمنى اولا النظافة والمبادرة، هذه ما تحتاج مبادرات، هذه المفروض الحقيقة من القبل. لا. النفس الإنسان، هذا جانب. الجانب الآخر أتمنى أنه هيئة الرياضة أيضا يكون من ضمن معايير المليون ريال للفريق اللي ينالها أيضا موضوع نظافة الملاعب يا أخي. جزء هذا من تثقيف الجماهير، هذا جانب. الجانب الآخر أتمنى أن تكون دائما، شوف، المنشأة الرياضية يكون كل العمل فيها رياضي. طبعا نشكر أمانة المنطقة الشرقية، لكن ما هو مفترض، ما هو دور الأمانة؟ نبغى دور كل الرياضيين بما فيهم الجماهير، النادي المستضيف، الهيئة، حتى أشوف رجال الأمن. يمكن الأخوان كلهم حضروا يمكن مباريات في أوروبا، سواء في الدوري الإنجليزي أو في الإسباني، ما تجد رجال الأمن من الأمن، حتى لو موجودين تجدهم لابسين زي رياضي. حتى هذا جانب ترى مهم، بمعنى أنه يجب أن يكون في رجال أمن في المدرجات، ولكن بالزي الرياضي وليس بالزي الأمني. صحيح. فالمنشأة كلها يجب أن تكون ترتدي الزي الشعار الرياضي. نعم. ومن ضمنها النظافة. نعم. طيب هنروح للقاء الثاني اللي انتهى طبعا، اللقاء اللي جمع بين الفيحة والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. نتابع الأهداف بصوت المعلق العزيز الزميل أحمد النفيسة. تلعب كرة الآن في اليمين، محاولة يتركها هيلدون بذكاء عظيم، ممتازة كسر تسلل هيلدون للمرمى.
درويش، لكن يخطأ درويش، يخطأ درويش، يلعبها هذه خطيرة 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 باتجاه المرمى. لكن نيلدو الكرة الثالثة تلعب مع هيلدون الأخيرة الأخيرة العمل جلب الله السكر يضرب على ركلية الآن أرسينيو يلعب لها محاولة في حاوية بالجلب الله ومتابعة جول جول. طيب خلينا نروح مع حمد الدبيخي. حمد فنيا والله مباراة امس على التعاون طرحت كثير من التفاصيل كثير من الاسئله والله يا حمد على كلامك اللي كان امس. لا هو يتكلم انا اتكلم اخذ النجوم والمؤامره اللي صارت على التعاون. لا 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 مش قلت مؤامره انا انا ضربت مثل لان الموضوع متشعب. لا بس البعض انا اتكلم ان ترى هذا الصراع صحي. استغفر الله. يعني الصراع اللي حاصل مثلا اذا انا فريق ومتنافس مع فريق فبالتالي من صالحي ان اذا النجم في لاعب بارز بدال ما يروح لي إيه؟ يجي الثاني خطفه. حلو لو ما هو بحاجته. هذا حمد اليوم ولا حمد امس اللي يتكلم نفس الفكره. لا امس ما كان انتوا مشكلتي امس انا توني يقول بسم الله الا نطف دباس سيد جوجل نط من هنا وعلي من هنا. المشكله ما كملت الفكره صح إيه؟ المفروض اكمل فكرتي كامله إيه؟ بعدين تناقشهم. شوف دباس ما ينط الا في خلل دائما إيه؟ تتحمل إيه؟ بكره لا لا دباس لما نط معك اكيد انت جايب العيد. ما لسه توني اقول بسم الله الا قال لي لحظه حبيبي صح ولا لا. انا فكرتي خلينا من دباس خلينا في عبد الرحمن. انا محايد. هل هو نفس كلام امس؟ انا الفكره نفس كلام امس. انا محايد. لا الحين عبد الرحمن ترى الحين نتكلم لانه هو يقول انه ما وصلت الفكره كامله بس اللي الان يقوله انا ما فهمتها. انا اقول هو طرح الموضوع حمد ايش قال حمد اعطى رايه فيه طاروا فيه طاروا الان بيعطي رايه فيه. ايوه انا بقول لك رايي انا اقول انا اقول هذا الوضع واحد صفك يلا اوكي دائما العقلاء تتعلم منهم يا العقلاء اوكي حلو هذا اسقاط ها والبقيه انا اقول امس انا فتحت موضوع ان بعض الانديه الكبيره التنافسيه ما تكون بحاجه لاعب لكن يتاخذه لإضعاف المنافس علشان ما يروح للثاني إضعاف المنافس وكثير شفنا أمثلة طبعا يحصل قديم زي أيوة هو بتوى اليوم في صار موضوع حساس إيه بس هم أمثلة لما ضربت مثل بالتعاون لأني قلت أنا ببعد بس خفت من الهلال والنصر افتكروا أتكلم عنه. لا أنت خفت من الهلال والنصر فرحت للتعاون. لا لا ما خفت. لا ليش خاف من إيش أنا أطرح رأي لا يخوف لا أنا أطرح رأي الهلال والنصر يخوفون فعلا. ليه يعني مو أقصد حمد بس الملاحظ في الساحة اللي احنا موجودين فيها كثير يخافوا من الهلال والنصر حتى لدرجة انه بعض جماهير الاندية الجماهير اللي ما مفروض تخاف بس خطير كلام اصطفوا هذا لا يمنع الهلال والنصر كلام خطير هذا تطرح الرأي زميل فواز كلام خطير يا ابو ضفاف اذا بهالطريقة انت ما تقدم رأيك لخوف صحيح قليل من الشجعان اللي يقدر يقول لك مثلا رأيه في اي انت ما تقدم رأيك معقول يا ابو سارة خوفا من شيء يعني ممكن تقول رأي مختلف عن قناعاتك. والله انا يعني انا عشان كذا قلتها في رأي فني ابغى اشير لها يعني انا ما اقصد انه انا يهمني اعلق الجرس في اي ممر أو أعلق زي ما يقولوا الشمعة في أي ممر هذا الهدف منا. الأسبوع قبل الماضي أنا علقت الجرس قلت أنت لا تعطيه حق ايش هو زي ايش مثلا لما انا تكلمت في العموم زي كذا كلامك انت شاطر تذكر اسمه اللي قبل لا 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 والله قول لا بس انت الان تقول انا علق الجرس وخلي غيرك يتكلم بس انت الان اعطيت ايحاء. ايوه ليش الجماهير طيب كذا تسوي جماهير الانديه الاخرى تقصد جماهير الانديه قله خلينا نقول لا 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 كلها ليه طيب هذا من زمان تكلمت فيه لدينا جماهير لدينا جماهير لدينا جماهير معلش رأي 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 وحتى لو في قليل من هذا بيتقبلهم مني لدينا جماهير على معرفة كبيرة وتامة بكل تفاصيل الرياضة أوكي. لكن نعاني من الثقافة الرياضية ولا يمكن المعرفة تصبح ثقافة إلا إذا مارستها. أما معرفة أنا أمتلكها ما أمارسها في تعاطية مع الجميع ما تكون ثقافة. الجمهور إذا شاف الوهج في منافسة الهلال والنصر تجد وحتى ذاك اليوم الأخ عبد الكريم قال في جماهير اتحادية أو تغني بالهلال والجماهير يصطفوا خلف هذه الأندية ويزيد الاحتقان أكثر ويزيد التراشق أكثر.
المهم انه احنا اذا بنتابع منافسه الهلال والنصر لنستمتع احنا خارج دخول هذه الدوامه، نستمتع ونقول اراءنا زي ما قالوا الزملاء انه النصر مستوى. انا قلت النصر من العام الماضي نفس المجموعه نفس المدرب يلعب على طريقه الملاكمه، اذا فكرت تعطيه بوكس رجع لك واعطاك اثنين، والدليل نظافه شباكه. حلو. احنا نتكلم من بدون يعني انه احنا نتمنى فوز النصر على حساب الهلال او نتمنى خساره الهلال لصالح النصر والعكس. طيب هذه اللي انا اقولها اعلق الجرس او انير شمعه او زي ما يقول اعلق المصباح في الطريق. اقول انه منافسه الهلال والنصر خلوها تساعدنا لخلق منافسه بين الثالث والرابع، وتساعدنا لخلق منافسة في وسط الدوري، وتساعدنا أيضا لخلق منافسة في الهروب من المؤخرة. أيه. يصير عندنا دوري أكثر. تتكلم على موسم واحد ولا على طول الخط؟ لا احنا دحين في هذا الموسم احنا ما عندنا استراتيجية أمام الأهلي الاتحاد الشباب كل هذول أبطال يبغون المركز الاول لازم لغايه ما ايه بس اوكي مستحيل احنا مع الشمعة ابو فواء ابو ساره دور الوسط. ليش قلت انت يخوفون؟ انا ما فهمت معنى كلمه يخوفون. مين يخوفون لما قلت النصر؟ لا النصر ليش يخافون انه يدخل؟ ايوه ابغى اعرف بس السبب. ما راح ينسونها لكم. انا لا لا ما يوقفوا معاك. لا لا ما في شيء. لا 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 هو هذه السؤال، هذا موضوع مهم يا زملاء اعزاء. يعني لما تجي انت مثلا تكتشف انه مثلا دوبك تسال فين اعلام الاتفاق، انا ما حبيت ادخل اتناقش. إعلام الاتفاق مهتم بالهلال والنصر. لا لا احنا اصلا ما في إعلام اتفاق. معليش انا اعرف. لا لا اتكلم على الاتحاد يعني انت اللي عندك اعلام. طيب انا اقول تحطها في الاتفاق الان بتدبسها. لا لا هو يسأل مثلا ما يصير يا فواز. انت اللي عندك اعلام، انتوا أندية اعلام تقول الاتفاق. لا كان قلت الاتحاد مهتم بكذا. انا قلت الصوت الاعلامي الاتفاق يعني. هو سأل يعني يا عبد الرحمن هو يعلق على سؤال. لا بس هو ايش قال؟ قال مهتم بالهلال بس الاتفاق ما عنده اعلام. أنا الاتحاد اللي عنده اعلام هو مهتم بالهلال. ما عنده اعلام؟ الاتفاق الاعلاميين. الاتفاق ما عنده اعلام. خلينا نتفق. اعلاميين ولا لا؟ خلينا نتفق لحظه. الانديه الكبيره هي اللي تملك اعلام. اللي هي الاتحاد والاهلي وين؟ هو الان يبغى يتبرع من الاتحاد فقطع الاتفاق. لا لا دحين اجيك كذا. لا قول انت يا طيب فواز. اوكي بس خلنا اجاوب له. شوف انت الحين مو اتفاقي مع اسمه ساره، انت مو اتفاقي. انت تتكلم عن اعلام. تعرف معنى اعلام؟ تتكلم عن مكينة يعني مثلا هم قالوا عندنا احنا صحيفه اسمها الرياضيه. طيب انت شفت شلون؟ زي فكرتك امس اللي ما وضحت، انت ما تبي تستوضح مني. انا الحين اقول لك انت ما انت اتفاقي؟ طيب انت دائما تتكلم على الهلال والنصر ما تتكلم على الاتفاق. مو اعلام انا واحد، انت تعرف انا لما تقول اعلام تدري بالواحد بالواحد يتضح. لا 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 هنا لا عن مكينة اعلامية وعن مؤسسات اعلامية. شوف هذا الكلام ابو نواف فازع مرة مع لا هو قلت لك كلام منطقي يا عبد الرحمن. قول ابو سارة اذا بكمل الجزئية بعدين اخليه. يلا قول. الله يرحمه يوسف كامل كتب مقولة حتى يومنا هذا، منذ سواري كسرى لم يدخل الذهب جزيرة العرب إلا عبر الاتفاق. اتفاق لدي إعلام كبير وناس أساسا من المهمين في الإعلام. أصوات إعلامية وأصوات صوت مو موجودة. مؤسسة إعلامية إدارة تكلم على صوت إعلامي اتفاقي كان موجود موجود ونعرفهم. لكن لما جينا نسأل فين مهتمين بالهلال والنصر خلينا نوضح بس جزئية. معلش خلينا قديم يمكن الناس ما يعرفون. لا نتفق يوسف كامل زميل قديم راح الله يرحمه. نعم من الأعزاء علينا. لو معلش هو من سوء حظ الاتفاق أنه بعد تعدد المنصات وثورة الاتصال هذه صارت نتائجها كلها سيئة. ممكن يكون في السابق زي ما تفضل الأستاذ فواز مثلا في الثمانينات أقل شيء يعني معليش جريدة اليوم يعني كجريدة كبيرة واحدة من اللي ماسكه يعني جزء كبير من المشهد الإعلامي كانت بس يعني ما أبغى أطلع على الاتفاق أبغى في موضوع الهلال والنصر. أيوة كملها فواز. فتجد بعض الزملاء يتداخلون في أمور مثلا بين إعلام النصر والهلال. أيوة وبالذات مو في الامور الجيده حلو اللي تضيف للنصر او تضيف للهلال الاشكالات تجدهم يدخلون في التفاصيل خلق الاشكالات بين الصراعات بين انا يعني انا اقول للزملاء يعني انه فرصه نحن نستمتع بالمشاهده الهلاليه النصراويه نستمتع بشعراء النصر وشعراء الهلال بمطرب الهلال ومطرب النصر باعلام الهلال واعلام النصر وكيف يقدموا واحنا نشاهد. ليه؟ لانه اذا عاد فريقك وعاد وهجك تصبح انت كمان لك فرصه انك انت طيب. تقود مرحله طيب. معينه. طيب يردون عليك ابو ساره قبل ما اروح الفاصل بيردون عليك بيقول انت برضو في فترات لما كان حكم انك مهتم بالاتحاد لما الاتحاد موجود في منافسه كنت تدخل في نفس
هذه الدائرة اللي هم يدخلون فيها الهلال والنصر، لكن اليوم بعيد فتبي الموضوع يكون بشكل أقل. لا بس لا 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 دحين تدخل ندخل على فاصل الحين. أوكي ندخل على فاصل ونرجع. يلا نروح للفاصل وارجع كمل مع ضيوفي. يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية وضيوفة سعد العبدلي، سعد المهدي، حمد الدبيخي، وبندر الراشد، فواز الشريف، وسالم الأحمدي مع حفظ الألقاب. برجع معك فواز الشريف، الحديث اللي كان قبل الفاصل، وعندي تغريدة على هاشتاج الديوانية وخليك يعني ترد عليها في نفس إطار المحور اللي فتحناه، وبنرجع مباراة طبعا التعاون والفيحة. فواز الشريف لما يقول الهلال والنصر يخوفون يقصد بعض إعلاميين الاتحاد والأهلي اللي يبحثون عن الشو وزيادة المتابعين واللايكات عن طريق الدخول في مهاترات الهلال والنصر لأنهم متصدرين المشهد، وللأسف ينسون نواديهم اللي حالتها حالة. فوز الشريف، يمكن كلامه صحيح، ويمكن أضيف لها يعني على الأقل ذولي معروفين إعلام اتحاد وإعلام أهلاوي، في إعلام يعني اللي ماله أصلا هوية ولا انتماء هو داخل في نفس المشهد. برضي أنا يعني يمكن هذه أيضا من الأخطاء الموجودة، مثل أخطاء التحكيم وأخطاء اللجان وأخطاء المدربين وأخطاء الإدارات، هذا أيضا خطأ إعلامي أنا أرى، وما يمنع إذا كان في تداخل يخدم الهلال والنصر. يعني أنا بعد فوز الهلال بالبطولة الآسيوية واتجاهه للعالمية وجهت رسالة مباشرة لإعلام الهلال، قلت الاتحاد والنصر ما خدمته المرحلة لما حققوا مثل هذا المنجز في الإعلام القديم، لكن أنتوا الآن في إعلام سوشيال ميديا، في إعلام 4K HD، عندكم صور، عندكم شطار في اللغات المتعددة يتحدثوا عن الهلال، يقدروا يوصلوا الهلال من خلال هذا المنجز اللي تحقق إلى أبعد من مناكفة النصر أو السخرية من الأندية الأخرى. هذا ما حدث يا وهذا حدث. نعم. حدث تم الاستفادة، وانا قلت وإن كان بمستوى اقل او غير مأمول، انا ما يعني ما اقصد انه انا اقيس حجم اللي صار، بس كانت هذه رسالتي وهذه رسالتي لكافه الاعلاميين. يعني الحين النصر يقدم اداء مميز وكبير وجميل ويسحب في الكراسي في متغيرات كراسي الدوري. انا كاعلامي نصراوي افخر بهذا الفريق وافخر بانجازاته واسماء اللاعبين اللي مروا عليه، الادارات عندهم ارث اداري كبير متمثل في سمو الامير عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه، ارث عظيم حتى في تشكيل الفهم الاداري في الرياضه السعوديه. ما شفنا طرح على مستوى المكتبات كتب عن افكار ابو خالد ورؤيته في الرياضه، تاليف الكتب المهمه، يعني العمل بشكل ايجابي يعني هذا مهم. لكن اربطه بالسؤال الحين. طيب ايوه اربطه بالسؤال الان، الاتحاد ارجع مره ثانيه دخلوا في الخط، انه انا ارحب باي اعلامي اولا ضد التصنيفات وان كانت موجوده، بس اي اعلامي يبغى يخدم في هذه المرحله في التعاطي اللي صاير بين الهلال والنصر هذا شيء مميز. يعني أنا أقول لولا الهلال ما كان النصر، ولولا النصر ما كان الهلال، وجمالهم إنه هم متنافسين. يعني تخيل الدوري ما في الهلال، في النصر لوحده، فين الجمال في الموضوع؟ فين المنافسة في الموضوع؟ طيب ليش يدخل الإعلام الاتحاد والأهلاوي؟ هم سؤالهم. طيب أنا أقول، أنا أقول سؤالهم كذا هو. إيه طيب أنا أقول ما أقدر أخذ عصا وأروح لذول الإعلاميين في بيوتهم يقول لي تدخلوا، بس أنا أقول ورسالتي اللي أنا قلتها إنه أنا أقول في أخطاء في الإعلام موجودة، إحنا الآن فرصة إنه إحنا نصحح ونحمي الإعلاميين أيضا، لأنه في الفترات الماضية يجوا أشباه لاعبين وأنصاف لاعبين ومجهولين قبل الإعلام ويتطاولوا على الإعلاميين. بالتالي أنا أقول حتى على الإعلاميين واجب حماية المهنة المقدسة اللي هم يقوموا فيها، وحماية أيضا الرؤية العامة الرياضية. إحنا نعيش مرحلة انتقالية بالفعل، لازم نعمل أيضا إحنا عمل استثنائي، مو بس يكون الهلال استثنائي أو النصر استثنائي، لازم إحنا نكون استثنائي. أنت قلت في إعلاميين بلا هوية، من يعني الذي لا ينتمي للرياضة أصلا بصفة، وأصبحت الرياضة ساحة مفتوحة حتى للذين كانوا يعتقدون بأنها أسوأ الساحات في لقوا فيها الملاذ. ولقوا فيها تلميع أسماءهم وصورهم ومكانتهم، والناس الرياضيين اللي أول شيء لعبوا واشتغلوا
وكدوا حتى في المطابع اشتغلوا، شالوا احبار وشالوا المكيت وقصوا الزنك حق المكيت واشتغلوا عناوين وبالموس المشرط، يعرف استاذ سعد والغرة عشان تلصق المكيت عشان تطلع بكره صفحه اولى فيها الهلال فاز. صاروا بعيدين على المشهد، لا يعني صار يعني غيرهم سرق الاضواء منه. نعم، دخلوا عليهم ناس يعتقدون بانهم هم اكثر معرفه، والمعرفه لا تعني الثقافه. سالم الاحمدي على هذا المحور قبل ما ارجع مباراه التعاون. اي محور؟ المحور انه الهلال وال يعني هو بدا بانه الهلال والنصر الدخول فيهم يخوف، ما لذلك يا حمد البيخي خذ المثال من التعاون. شوف هذا راي ابو ساره، لكن شوف يمكن لي راي هنا قبل اكثر من شهرين. ايه، انه تجاذب الاعلام الهلالي النصراوي للاعلام الاتحاد الاهلاوي، لكن في جزئيه مهمه لازم نتحدث عنها بكل امانه. اعتقد الرياضه السعوديه اصبحت، خلينا نقول الصخب الاعلامي اصبح يعني ما هو جيد. انا بهذب المفرده قد ما اقدر لان في مشاهدين ماسخ شيء يعني للاسف. التجاذب الهلالي النصراوي يعني للاسف الشديد تسال عنه البرامج الرياضيه ايضا، لان هي منفردت المساحات للشان الهلالي النصراوي. يعني الان لو بنفتح محور بس حدث مع كل الانديه يا شفتم وانتم ما نقدر نكمل فكرتنا، لازم نتكلم في الهلال والنصر ولا تنقطع افكارنا. لازم اسالك طيب برضو لما اقول لك ابو يارا انه هذا اسالك الاتجاه الاخر، يقول برضو كانت المجاذبات بين الاهلي في فتره لما كان هو في الصداره، الاتحاد لما كان هو في منافسه مع الهلال. انا ملاحظ حاجه في الوسط، يعني هم يقولون ليش انتم مركزين على انه الهلال والنصر هو المشكله، انتم برضو لما كنتم في المنافسه دخلتوا في نفس المهاترات وفي نفس الطريقه. شوف يعني احنا عشان نكون نتكلم، خلينا نقول على خلينا نتكلم بموضوعيه اكثر. ترى على فكره هذا الشيء صار في حقبة من الحقب عندما نافس الاتحاد الهلال، أغلب الإعلام النصراوي كان مع الاتحاد، وعندما نافس الهلال الاتحاد أغلب الإعلام الأهلاوي كان مع الهلال، والصورة تنعكس. احنا شفنا ناصر الشمراني لما الأهلي كان ينافس أعتقد النصر، ناصر الشمراني كان لاعب رسمي في الهلال واحتفل، أعتقد مرة طلع له مقطع إما خانتني الذاكرة احتفل بفوز للأهلي. نعم. هذه المماحكات ترى في كرة القدم موجودة، ولكن أنا أبغى أخذكم لنقطة أبعد من كده. قول يا أخي، السكيفة ما تطيح إلا على رأس الضعيفة. الوسط الرياضي ما عندهم إلا الإعلام. هذا مثل ولا؟ أي مثل شعبي. أنت عندك شايف ثقافة. المسؤول لما تيجي عند المسؤولين عن الرياضة في الأندية في الهيئة في كل مكان، سخط في الإعلام. الإعلام الرياضي سبب التعصب، وينزلون علينا نزل، وإحنا بس يا غافل لك الله ساكتين نتأمل. تروح عند الجمهور نفس الكلام، الجمهور جالس خلف الشاشات أو في المقاهي، والإعلام الرياضي سبب تعصب. تروح عند الأندية اللاعبين تجلس في المجتمع الرياضي بشكل عام، أيوة، ما في إلا الإعلام الرياضي. من سبب التعصب في الوسط الرياضي؟ هل هو الإعلام الرياضي؟ لا أبدا. أنا لما أجد مسؤول اتخذ القرارات الحازمة والحاسمة على الجميع، لا يجرؤ إعلامي يألف ويكذب، صدقني حيتفشل من نفسه. لكن لما نشوف التباين على مدى 50-60 سنة في القرارات في اللجان في الحكام، أتكلم على كل الأندية مو على نادي واحد، لا تلوم الجمهور لما يحتقن، لا تلوم المشجع لما يحتقن، الإعلامي لما يحتقن. فبالتالي الإسقاط دائما. أبو نواف خلنا نكمل فكرة، خلنا نكمل فكرة، خلنا نكمل فكرة. ويألف ويكذب الحين الإعلام؟ لا ما فهمت فكرتي. لا تقول انا ما يجرؤ، ما يجرؤ، لا ما يجرؤ، ما يجرؤ. طيب الان هو لا يجد هذا من هو يرى الان من زاويته الان شوف احنا فين وصلنا في السجال. خليني رغم اني انا ما ابغى اروح للهلال والنصر، يا رجل اصبحنا ندخل غرفه الفار، صحيح؟ يعني شوف، فبالتالي انت اعطيني قرار او نظام صارم على الجميع، لكن للاسف الشديد احنا كاعلاميين احنا سبب ترى في المشكله. بس سالم ليه؟ لان احنا كاعلاميين نتلذذ. يعني شوف انا عندي قناعه وجهه نظر، اي اعلامي كل يوم يمر من عمره واذا ما يتعلم هذا يروح ينام احسن. يعني انا لو ترجع بي بالذاكره الخمس ست عشر سنوات بشكل عام، والله العظيم اندم على بعض التغريدات، على بعض الاطروحات اللي كنت اقولها. حلو. لكن في زملاء اعلاميين يعني يتشفون بزملائهم الاعلاميين، يعني اي اعلامي يخطئ وفي ناس يحرضون على الهواء. الان انا ممكن اقول كلمه اخطئ فيها، يحرضون عليك الاعلاميين يا رجل. صحيح. انا عندما انا مع كامل الاحترام دقيقه بس اكون معك صادق، قول. انا قلت رايي عن الصراع الهلالي الاتحادي الاهلاوي، صحيح؟ ثارت الدنيا، ما رديت لاني انا كنت اقدر ارد على الكل بتغريده واحده. كل اللي كانوا يشتموني ذاك اليوم انسفهم بتغريده واحده. لكن انا حكيم، ما كنت ابغى ادخل في جدل جماهيري، لان انا عندي تغريده ثابته وقلتها
ومشى عليها من سنوات بسيطة يعني. الكيانات والجماهير لا تقربهم، ما تيجي جنب الجمهور الكيانات. يا رجل تفاجأت من بعض الزملاء الإعلاميين يحرضون علي، يرسلون المقطع. إيه بس مهمة يا سالم، في يرسلون المقطع عاقبوه. ليه؟ ليه؟ طب أنا في 2016 كان في برنامج قوم الدنيا وقعدها عشان أنا أوقف في فترة مهاجمة الاتحاد السعودي، أنا ما زلت عند رأيي في تلك الفترة على الاتحاد السعودي لكرة القدم. سخر نفس البرنامج كله من أجل إيقافي والإساءة لي. حلو؟ اليوم نفس البرنامج ظهروا فيه إسقاطات، وكل الإعلاميين يعني خلنا مو كل عفوا بعض الإعلاميين حاولوا يؤلبون المؤسسة الرسمية على هذا البرنامج، أنا ما تكلمت. ليه؟ لأن أنا عندي إيمان أني ما أسيء لزميلي العام، خلاص هذه مرحلة وانتهت أني أنا أدخل في مهاترات معك. فبالتالي بعض الإعلاميين هم من يجعلون للأسف الشديد أسهل مرمى في المنظومة الرياضية. ليش الآن تقول الهلال والنصر الهلال والنصر الهلال والنصر؟ ليه؟ لأن زي ما تفضل فواز بعض الإعلاميين ينساقون وراء الهلال والنصر. ليه؟ زي ما ذكر لك فعلا يعني لا تزعلون مننا، يعني البرامج الرياضية أرجع وأقول لك في ناس تبغى حضور لها في البرامج، في ناس تعرف إذا مدحت الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي أو الشباب أو الوحدة أو ضمك أو سدوس أو أي نادي يعرفون عندهم قناعة عندهم صورة ذهنية إن والله أنا لما أمدح النادي سين أنا حجد حظوة في البرامج. هذه إشكالية كبيرة، من يتحملها؟ ترى بعض الإعلاميين يعني مساكين يبغون يظهرون فضائي. أنا في كثير من البرامج رفضت أظهر فيه أنا. ليه؟ لأني أرفض أن يكون هنا أجلس والمذيع يلقني اللي أقول. في بعض زملاء لنا مع كامل احترام أعزهم وأقدرهم، لكن من يدير المشهد كامل؟ المذيع. في ناس من الباقين ملقنين، يعني تحس انه ما يقدر يخرج عن خط السير. سالم في ناس يتم استقطابهم. انا بس انت عارف يا سالم انه احنا التلقين هذا ما هو عندنا احنا. لا انا لو كان في تلقين انا ما جيت. في ناس يتم استقطابهم، انا اعرف ان هنا مسيئون مش اليوم يمنعون. انا اقول لك كم عدد نسبه الحضور الاعلامي للهلال والنصر وقلت لك الارقام، لو كان في تلقين ما قلت. سالم في ناس يتم استقطابهم وردينا عليك في لحظه انه كان العدد بالتساوي. لا بس ما كان العدد بالتساوي، يتم استقطاب نقطة في يعني فارق واحد. لا ما في دقيقة استطلع لو سمحت، ما في فارق واحد عشان الديمقراطية في البرنامج موجودة. لا يقل عن 11 إعلامي يهتم بالشأن الهلالي مقابل 3 يهتمون بالشأن الأهلاوي. لا عدد ما هم قريب من بعض. لا شوف شوف كان في لها أسبابها يا سالم. لا لها أسبابها، في أشياء في أشياء سالم سالم. لا لحظة أشياء لا يعني أنا أقول رأيي يا جماعة الخير، ترى أنا ما إساءة ولا إساءة، هذا رأي. إذا في إساءة أنا ما أسيء. سمي لي 11 إعلامي أهلاوي. لا لحظة أبو لارا، في هل في تعال اعطيني الفرصه سالم، هل في تفضل هل في في اقول لك في اسماء كانت موجوده وكانت مقترحه وكانت موجوده معنا وطلعت اكثر من مره، ولكن انت تعرف هذه التفاصيل. انا اعرف هذه التفاصيل، انا ما بدخل فيها لانها ما تهم المشاهد ولا اقدر اقولها على الهواء. لكن بس دقيقه بروف، لكن كان فيه اكثر من اسم موجود وطرح وكان موجود معنا في الحلقه وظهر، بعضهم اعتذر، بعضهم لظروف صحيه وانت عارف، وبعضهم لظروف ثانيه ما كان ما تواجد. واحنا في النهايه بس ما نخلي الموضوع حاولنا يعني بس برد انا برد انا انا, أنا عندي نقطه. دقيقه بنواف، بس دقيقه بنواف، ما انت سمحت لي ما اعطيك انا الفرصه بس خليني ارد على البرنامج بس. ولكن احنا في النهايه في الديوانيه هنا احنا راعينا كل الالوان، كل الالوان يا سالم انت شايف موجوده معنا. بحثنا عن النخبة أيضا، هذه ترى مسألة مهمة في أنك تبحث عن أسماء يستطيعون الطرح بشكل مختلف ولهم تأثيرهم، هذه مهمة وأنت عارفها يا سالم، تناقشنا فيها كثير. الأسماء المؤثرة اللي تكون موجودة معنا لها قيمتها في المدرج سواء اللي هي تنتمي لها أو على مستوى الإعلام في تاريخ الإعلام الموجود. أنا أحترم وجهة نظرك. نعم. ومن باب الديمقراطية اللي سخرت لنا في هذا البرنامج. صحيح. أنا ما زلت عند رأيي أبو لارج. حقك، وأنا ما زلت عند إجابة حقك. إذا الهدف من طرحك طبعا مؤكد أنه يعني يهدف إلى 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 الأفضل، أو خلنا إلى أن يكون البرنامج هذا أو غير من البرامج أو أي وسيلة إعلامية تكون مثلا نموذجية وأنها تعطي الكل حقه، صح؟ هذا القصد منها ولا لا؟ طيب كم في نادي في المملكة العربية السعودية، وليش يكون فقط الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إذا أخذوا حقوقهم فأصبحت الأمور يسودها العدل؟ ممتاز. أنا أقول لك بينما في 150 نادي يقسم هذا البرنامج إلى 150 مقعد وكل واحد يجي يمثل ناديه، وهي الإعلام والصحافة نادي ما هو كذا، الإعلام والصحافة ما هو كذا. وأنت ما فهمت الفكرة، ما فهمت الفكرة أبو نوار. يعني أنت لو طلب منك يا أستاذ سالم الآن وأنت ماسك قسم رياضي. نعم. أو جريدة رياضية أو برنامج، تحديد ضيوفك ما لن تحددهم بهذه المعايير؟
راح تحددهم بالكفاءة، تحددهم بما يمكن أن بماذا يمكن أن يقدموا للجمهور، وأيضا ايش قدرتهم على التماشي مع انت ابو نواف كنت رئيس سياسة جريدة، لذلك انا دائما اقول اقدمكم باني انا عقول استضيفها، ما اتكلم لا 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 تاخذون كلامي تجتزئونه، انا ما اتكلم على ميول، ناخذ نعطي، انا اتكلم اهتمام بالشأن، يعني هم اعلاميين لهم احترام، كلهم اعلاميين ونخب عادة صح، ولكن انا اتكلم بالاهتمام بالشأن، يعني الاقرب يكون عدد اللي يهتمون بالشأن الهلاوي. ابو نواف يقول انت لما تكون مسؤول، طب انت كنت مسؤول عن صحيفة كبيرة، صحيح اغلب الاسماء اللي كانت عندك كلها من اربع الانديه، يعني يا سلام عليك، طيب كيف ليش انت ليش لا تسوي كذا، أيوه ليش انا اخترتهم، ليش بغير قاعدتك، عشان تبيع، بغير قاعدتك انت عشان تبيع، اي ولكن انا 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 في 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 جمعي لهالمجموعه الطيبه هذه اللي تفضلت وتقول طيب عليهم، لان هذا هو العمل الصحفي بهذا الشكل، صحيح العمل الاعلامي بهذا الشكل. اختر عليك ابو نواف، لا يمكن ان اخلها محاصصه بين الانديه السعوديه بشكل عام مثلا، لاني والله اعتقد ان العداله هي في المحاصصه، العداله مش في المحاصصه، لا صدق العداله في 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 الامانه وفي المصداقيه وفي الناس اللي ممكن تقدم افكار جيده. اليوم في مباراه انت مهتم بشان الاهلاوي، هل في اليوم كان مباراه الاهلي؟ لا. طب انا استضفتك لانه انت اسم وراي وعقل، ما استضفتك على يا عبد الرحمن حبيبي، قل رايك وتوقف، الجدال ما حينفع، حقك تتوقف. شكرا. وانا قلت رايي بس توقف. طيب برجع للتعاون، بندر راشد، برجع لمباراه التعاون واللي تكلم عنه حمد الدبيخي على المباراه. والله شوف التعاون يعني مع حمد الظاهر ما مدايحك من 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 مباراه السوبر اللي استطاع النصر تحقيق الفوز والبطوله، يعني كان وضع التعاون خاصة بعد خسارة المهاجم توامبا، وضع التعاون يعني ليس بالتعاون اللي كان يعني منتظر منه الشيء الكبير هذا الموسم، خاصة وأنك تفرط بأبرز نجومك، يعني لما تتكلم عن مدلل العيان واحد من أبرز النجوم في التعاون، أن يكون بديله اللاعب كادش، أنا أعتقد أنه التعاون يعني منذ أن كان يعني فريق يضم كثير من النجوم، اليوم أصبح هنا قلة في نادي التعاون، ولكن يعني العمل الإداري الكبير في نادي التعاون، العمل الفني يعني مع الجهاز الفني الجديد، ممكن أن التعاون يقدم صورة مغايرة. يعني تفاجأنا أن التعاون يعني في بداية في الدور الأول يقيل مدرب، وهذا يعني ما تعودنا عليه في التعاون خلال السنوات الماضية، لكن ممكن أنه يعني الإحساس في الخطأ من قبل الإدارة أمر جيد، اليوم لما نقول لك أنه في إحساس بالخطأ وتصحيحه بشكل عاجل هذا يحسب له، ولكن الفريق ما زال بحاجة إلى عدد من اللاعبين خاصة في منطقة المقدمة، فيما يخص الفيحة والعمل الكبير المقدم من قبل إدارة النادي في استقطاب واحد من أفضل اللاعبين اللي مروا على دورينا، لما تتكلم عن اللاعب فيلانوفا، بصراحة يعني مباراة ما كانت يعني فنيا على حسب صحيح. ما كنا نطمح له، خاصه انه كان الفريقين هذول يعني كانوا هم اللي يقدمون عندنا مستوى فني بعد الفرق الكبيره التعاون. بالضبط نتكلم عن التعاون وحتى الفيحة يعني باحراج يعني اي بالضبط 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 لا الفيحة يعني كان مستواه يعني متغير ما بين مباراه الى مباراه اخرى، لكن اليوم لما نتكلم عن النجوم وعدد الاجانب اللي موجودين في الفيحة ونجوميتهم بصراحه يعني يعكسوا كثير من الصوره اللي كانت موجوده. انا شخصيا كنت اتمنى ان اشوف مباراه فنيه يعني كانت افضل مما ظهر فيه، ولكن يعني التعادل كان عادل ما بين الفريق. طيب نروح لمدرب فريق التعاون البرتغالي فيتور كامبيولس، واللي تحدث بعد المباراه واللي بنيت عليه حديثي ايضا في بدايه الحلقه، خلينا نشوف. طبعا هي تعتبر اليوم اول مباراه لنا بعد اربع تمارين اداها مع الفريق، اول مباراه والمباراه يمكن هو شايف كانت مباراه متوازنه الى ان تم النقص العددي في التعاون ولعبنا ب 10 لاعبين. طبعا شايف وقت ما كنا احنا 11 لاعب متكاملين في الملعب قدرنا ان احنا نتحكم في مجريات المباراه، قدرنا ان احنا نمسك الكوره، قدرنا ان حتى نعمل باصات اكثر من الخصم، وقدرنا ان احنا نخلق فرص قدام مرمى الخصم. طبعا الفيحة بعد عملية طرد فريق التعاون قدروا ان هم يضغطوا علينا شوية، قدروا ان هم يتحكموا شوية في المباراة، كذلك يمكن الهواء كان في صالح فريق الفيحة،
قدروا ان هم يسجلوا فينا هدف التعادل، ولكن المدرب شايف مع المجهود اللي احنا عملناه ومع الاداء نحن يعني كنا نستحق الفوز. الشغل يعتبر يعني هو شغل الى حد ما اداري مع الاداره طبعا بالتعاون مع الجهاز الفني، ولكن بيقول طبعا في بعض المحادثات الان، لكن بيقول لك لاعبين نادي التعاون الموجودين الان هم بالنسبه لي افضل لاعبين في الدنيا، لان هم اللاعبين فريق نادي التعاون او اللاعبين المتاحين قدامي. طيب استاذ مساعد العبدلي، على التعاون حديث المدرب تكلم على انه يملك افضل اللاعبين وصفهم كافضل لاعبين حتى في العالم، وقال انه يمكن في بعض حديثه اللي انا شفته انه لعيب انه عنده مشكله الهواء كانت اثرت على المباراه، على الرغم من الهدف جاء في الدقيقه 90 يعني. اوكي بس خليني ارجع، انا اختلف مع الزميل بندر انه التعاون ما هو بالمباراه السوبر، التعاون من بدايه الموسم هذا ما هو التعاون اللي الموسم الماضي. نعم. وفي مبررات، شوف الفريق فقد لاعبين متميزين، فقد مدرب جيد، حتى في الشتويه لاحظ الان يفتقد الى مد الله ويفتقد الى صوات، يعني صح. الفريق ممكن يضعف الان اكثر. فالفريق في مشكله اداريه في العمل التعاوني ما نقدر نحملها الإدارة، ما نعرف أسباب الرحيل. طبعا الرحيل بالنسبة لمد الله وعبد المجيد 6 أشهر، فالقرار كان جهاد الحسين بالضبط. أنا بقول لك حمل الإدارة، طبعا الإدارة كانت تبرر أنه المدرب السابق كان يرغب برحيل جهاد بحكم أنه موجود 8 لاعبين بس اللي هو اللاعب الثامن، لكن القرار كان غير حكيم لأنه جهاد لاعب آسيوي كنت تحتاجه في آسيا. الآن الواضح أنه التعاون قد يلعب في آسيا بدون لاعب آسيوي، صحيح. الآن على بعد أسبوع واحد من انتهاء فترة التسجيل لم يسجل لاعب آسيوي، فربما يسجل لاعب بيكون مستوى عفوا أي كلام. فما في شك أنه افتقدوا جهاد كلاعب مؤثر في الملعب إلى جانب أن عنصر آسيوي يفيد التعاون في آسيا. فالتعاون اللي قاعدين نشوفه اليوم مخيف في آسيا بصراحة، غير مطمئن. هذا جانب. الجانب الآخر مثل المدرب طبيعي، شوف أي قائد دائما يقول عن الجنود اللي يقودهم أنه هم أفضل جنود في العالم. هذا أمام الناس. يمكن تكلمنا كم مرة في الديوانية أنه عليك أنك تقول الكلام الإيجابي برا، لكن في غرفة المغلقة تقول الكلام اللي أنت مقتنع فيه. فأكيد غرفة الملابس بيقولهم لأنه هو غير مقتنع في المستوى، أكيد اللاعبين عندهم أفضل من كذا. أنا أشوف أنه هو لو قال أنه والله هذه أول مباراة لي وأنا لازلت أتعرف على قدرات اللاعبين، أفضل من أنه يبرر بالهواء، لأن الهواء بالنهاية على الفريقين كان يعني يعني أنا أعطيك بس تأكيد كان معاك وصار ضدك، صار ضدك أكيد ولا هو مبرر، بس أنا بعطيك يعني مؤشرين على أنه فعلا في مشكلة في التعاون. ما هذا التعاون؟ أميسي هذا واحد من أفضل اللاعبين حتى خلقا، أن يصل الأمر أنه يطرد اليوم، إذا هذا هناك خلل. ما هي أول مرة يطرد أميسي؟ قبل 3 جولات طرد. متى طرد؟ ميسي طرد قبل 3 أو 4 مباريات. يعني عنده دائما عنده كروت صفر وطرد بس دائما. بس لاعب متميز. لاعب متميز. ما شك. الجانب الآخر اللي يعطيك انطباع إنه في مشكلة حتى فنية، من أفضل حراس المرمى في الدوري الحارس التعاون اليوم هو اللي تحمل هدفين. ما كان في مستواه. إذا هناك مشكلة ربما حتى ذهنية لدى اللاعبين. أنا أشوف التعاون بالنسبة للدوري يعني أكيد انتهت المنافسة حتى على المراكز المتقدمة. لكن أنا خايف شخصيا على التعاون في البطولة الآسيوية، لن يظهر بالمستوى المقنع في ظل الحالة الفنية اللي هو عليها الفريق اليوم. حلو. محمد الدباخي ما كملت جزئيتك عن التعاون، أعتذر لكم. إيش بقى فيها العموم؟ بس أنا لا أقول عن المدرب. أرجع لفوازي. أنت اللي تفتح مواضيع بعدين تلف علي، تفتح مواضيع تلف علي، أنا تحمل لي الموضوع. ما أنت سألتني على التعاون، أنت تدخل في مواضيع ثانية. وخلاص سألت بندر وتكلم. يعني إيش بقى عن التعاون؟ ما حبيت أرجع لك على طول، يلا قول. إيه عن نفس الموضوع تبغى تقول عن نفس فنية التعاون فنيا الحين؟ ايه لا انا اتفق يعني ان التعاون مو مثل الموسم الماضي، لكن لا تنسى انه هو ايضا مش من الفرق المحسوبه، الفرق الاربعه الكبار. نعم. اللي عنده ملاءه ماليه ويخير يجيب يعني ممكن كادش ذكرت انه مو نفس ذا، لكن كخامه كلاعب يعتبر يعني احسن من لا شيء يعني. بالنسبة لفريق التعاون ما توقع أبو عبد الله أنهم وصلوا إلى التوب تشبع لما أخذوا الكاس بعد كذا لابد يكون فيه نزول ثقة. هم لا كثير. يعني خلنا نؤمن أن نفس حديثي مساء لما تكلم سالم عن الاتحاد وتحت بس وكيف قفز أميسي هذول عندهم عدل على سالم بس أميسي يعني هو أول طرد بالنسبة لأميسي هو قصد العام
كان كروت بس بطاقات احتجاجاته كثيرة على الحكام اي بس المباراة قبل الأخيرة كان احتجاجاته المفروض يطرد فيه اي بس ما كان طرد يعني بس أنا أقول تضليل هلدن لا لا ما هو تضليل أنا أتكلم على خلق سلوكيات لا إيقاف إيقاف وليس طرد يا أبو لا إيقاف كروت عفوا إيقاف كروت شوف سلوكيات اللاعب كان يتكلم بضفاف إنه هادي لا ميسي ما كان هادي في أغلب المباراة عبد الرحمن أنت اللي صرت تقاطعني الحين يلا السالفي هو لقي هنا هو لقي معلومة توضيح هذا توضيح معلومة خلنا نخلص توضيح وانا اتكلم ايه فانا اقول لك يعني مثلا انا بحفظ كل هذا وكذا استنى عد المعلومه واعطي الحوار اصبر شوي من هنا الحوار طيب والموعد السالفه الموعد موجود يذكرك انا اقول لك خلنا نخلص معلومه من الموعد لا بس سالم قاعد يضلل الجمهور اول مره اول معلومه خذوا خل اي والله لا بس حمد العموم انا اقول بس دقيقه خلنا نكمل فكرتي لما اتكلم بضفاف انها يعني على سبيل المثال تكلم الان قال لك مو قادر يسجل لاعب اسيوي بس لما ذكرت عن الاتحاد لو ايش يقدر عنده متغير نعم عنده قوه يعني فبالتالي انا اشوف على مستوى التعاون لو شارك في اسيا هو يبغى المشاركه ما حاسبه زي مشاركه الفرق الكبيره الثانيه استطاع فريق أيضا الوحدة اليوم أن يتخم مرمى الحزم بخماسية خلونا نتابع الأهداف في المواجهة بصوت المعلق عبد العزيز هوساوي إلتون بعد ذلك الفتح إلتون بعد ذلك القادسية وهذه كرة خطيرة عند فواز الصقور بيحاول فيها الله كرة ملعوبة عالية طويلة بالرأس كرة القدم بوشكاش بوبي تشارلتون باولو مالديني بيكن باور الذي فاز وهذه كرة خطيرة أيو بيكن باور فواز الصقور غادر أرضية الملعب ونزل مكان راضي على عتابي كرة بتعود خلفية عرضية تخلصت بالرأس بعد ذلك تصل الكرة على الجهة اليمنى الآن مرتدة مرتدة راح فيها انسلمو 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 فنان يا ناس الكرة بعد ذلك عند إدريس فتوحي فتوحي بيلعب كرة عالية عند يوسف بالرأس مرمى الوحدة في أمان بإبداع وتألق عبد الله الجدعاني وهذه كرة عند يوسف نياكاتي تهيأت عند لويس غوستافو طيب بروح معك فوز شريف مبروك الوحدة مبروك للوحدة الفرسان في هالموسم شكلهم مختلف مقنعين بشكل كبير اليوم أمام فريق مثل الحزم اللي كان وقف في وجه الهلال والنصر والاتحاد والأهلي اليوم نتيجة كبيرة يحققها الوحدة مبروك الفريق المكي واللي قلت عنه الملكي صاحب أول لقب ملكي مبروك حقيقة كرة القدم في مكة بتدخلنا في سالفة من أول ومن ما أول يلا قول يستاهل الوحدة يأخذ كل شيء أول كرة القدم في مكة لها نكهتها الخاصة مو على حساب الأهلي يعني لها شكرا يستاهل كل شيء بس مو على حساب الأهلي الأهلي شبه الملكي الأهلي الملكي اي نعم أنا ماني يعني أنا رحت عشان كاس الملك بس أوكي. يعني لا تدخلوني في الألقاب ما عندي قضية مع الألقاب ما عندي قضية مع نادي ما عندي قضية مع أي نادي وبعدين لو احتاج نادي لقب أنا مستعد أبذل الجهد وأوفر له اللي أقوله كرة القدم في مكة وإحنا كنا دائما نتكلم أن الوحدة يصدر النجوم على مستوى كرة القدم في المملكة اللاعبين واللي مروا في السنوات الماضية الفكر فكر الكرة في مكة له يعني طريقته وله أدواته أعتقد الإدارة الناجحة أنا ما أعرف تفاصيل العمل الإداري بس الإدارة الوحداوية الناجحة استطاعت أن تركب هذا الفريق بالتركيبة اللي تساعدها إحنا ما ننسى الدعم الكبير اللي تحصل عليه نادي الوحدة من خلال الرئيس الشرفي المعالي المستشار تركي آل الشيخ في الفترة الماضية والعمل اللي قام فيه كابتن حاتم خيامي وعبد الله خوقير في الموسم الماضي نعم. الإدارة الآن
اللي جات ما هدمت كل شيء وما كسرت كل شيء، بنت واصلت وبنت فريقها بهذا الشكل. احنا سعداء بهذه النتيجة وبهذا العمل. يعني زي ما قلت احنا مرتبطين بالكورة ايام حواري مكة وايام دورة البحر وايام ملعب بوشنفاص وايام جمالية الكورة اللي عشناها في مكة، وانا فخور اني لعبت فيها وعرفت تفاصيلها. اليوم الوحدة تعيد حاجات كثيرة من الفرح في منطقة مكة المكرمة بشكل كبير والمحيط فيها، لانه الوحدة اللي ما يغلبها غلاب ترجع من جديد بهذه الصورة، تعطينا حتى نوع من تراث الكورة ونكهة الكورة. نبارك لهم جميعا، نبارك لأبرز شخصية مكية نعرفها العم عاطي الموركي هذا الفرح والصبر لهذا الفرح. ونعتقد مثل الوحدة مثل الأندية العظيمة اللي هي مانشستر سيتي وليفربول واللي تنتظر سنوات طويلة 40-50 لا تفرق معهم، لكنهم يواصلون حتى يستمروا. فوز كان مهم وعلى فريق صعب، يعني مو فريق سهل، فريق الحزم صعب وانهار فجأة أمام الوحدة. أتمنى مواصلة الوحدة بهذه الانتصارات. وشفت اليوم بعض البراعم في مدرجات الوحدة صغار السن، فرحان أنه تعود الوحدة بهذا الشكل وتعود كينونة الوحدة على أنه كيان مستقل ليس له علاقة بالأهلي إطلاقا، على أنه يكون الوحدة قائم بذاته. طيب سعد المهدي، ما بعد كلام أبو سارة كلام حقيقة. اليوم الوحدة أسعد الجميع بمستوى الموسم يعني. هذا الوحدة كله وفي نفس الوقت أنت يعني سعادتك مش لأنه اليوم فاز ولا لأنه في هذا الموسم يعني تقدم مراكز يعني للأمام، ولكن أملا في أنه يكون واحد من العناصر الثابتة في الدوري بشكل يعني دائم، يعني على اعتبار على الأقل عقد من الزمن المقبل. يعني إن شاء الله نراه يعني يكون واحد من أنديتنا اللي يعني يمد المنتخبات، واحد من أنديتنا اللي يمتع، واحد من أنديتنا اللي يعيد ذكريات الوحدة اللي حصل على أول بطولة، يكون دائما في دارة المنافسة، نادي حصل على أول بطولة رسمية على مستوى المملكة يعني في الخمسينيات. نعم. يعني من انصاف التاريخ له انه يعود بهذا الشكل، ولكن طبعا هذا يحتاج اكيد الى جهد والى صبر والى استمراريه في العمل. اعتقد الاداره الوحده وفقت كثير في اتخاذها لكثير من القرارات في استقدام لاعبين او حتى التخلي عن بعض اللاعبين، واعطتنا هذا الفريق الحقيقه اللي تشكيله يعني متفرده في اشياء كثيره متميزه ظهرت صراحه الحقيقه في مباريات كثيره. طيب. بمستوى يعني الحقيقه يسر الوحداويين، ولكن الحقيقه يعني انعكس هذا السرور على جميع الرياضيين في المملكه. طبعا لما نقول ذا الكلام ايضا لا نرى ان نساند الوحده يعني اعتباطا، احنا نساندها من اجل ان تستمر وتاخذ الامور يعني من خلال جهدها ومن خلال عطائها، وهي جربت مرت بتجربه سيئه في فترات طويله، تخلت عن هذا الجهد وتنازلت عن هذا التاريخ، ف يعني جلس نادي الوحده في المؤخره واللي اماكن لا تليق به في انديه الدرجه الاولى، الان يعود ان شاء الله يستمر. بضفاف الوحده كارينيو حقيقه مسوي عمل فني كبير، وكان يعني خلينا نقول اذا كان ابو نواف يقول القرارات اللي قدمتها الاداره هو هذا 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 اهم قرار على المستوى القياده الفنيه كان. صح. شوف خلينا نقسم الحديث عن الوحده الى قسمين، قسم يتعلق بفريق كره القدم وقسم يتعلق بالنادي. زميل فواز أثار نقطة مهمة جدا اللي هي استمرار العمل المؤسساتي اللي قام فيه الكابتن حاتم خيمي والكابتن عبد الله خوقير الموسم الماضي، وبالتالي هذا العمل اللي احنا نبحث عنه اللي هو مواصلة العمل وليس الهدم والبدء من جديد. نعم. فالوحدة ككيان ليس فقط كرة قدم، شوف فريق كرة اليد وصل لنهائيات كأس العالم للأندية، والموسم هذا فريق الطائرة وصل إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي للطائرة. نعم. يعطيك انطباع إذا هناك عمل على مستوى النادي. إذا هذا بالنسبة للنادي، وبالتالي تشكر إدارة النادي برئاسة سلطان أزهري أنها واصلت ذات العمل الإيجابي اللي قامت به الإدارة السابقة. بالنسبة لفريق كرة القدم نفس الأمر يتعلق بمنح الصلاحيات وتنفيذ متطلبات الجهاز الفني. ولو ترجع للفريق شوف السيد كارينيو معروف من أيام النصر يمكن مدرب يحرص على الأداء الهجومي البحت، يعني مع النصر كان أداء النصر هجومي لافت للنظر. صحيح. لو تلاحظ قام بتغييرات ترى جذرية في نعم. استغنى عن حارس المرمى الغير سعودي واستغنى عن بوتيا قلب الدفاع
من أجل تدعيم خط الهجوم، وأصبح الفريق الوحداوي في الوسط وفي الهجوم قوي جدا. هو يرى ربما أريك هاري أنه مو مشكلة استقبل هدفين لكن أسجل 3-4، بالتالي هذا النهج اللي قاعد يقوم فيه كارينو يؤكد وأعاد نجوم بالضبط. بالتالي قدم نفسه بشكل كبير. الإدارة زي ما تفضل الزميل سعد أنه القرارات اللي اتخذتها الإدارة تصب في مصلحة الفريق وفق نظرة الجهاز الفني، هذا اللي قاعد نشوفه اليوم. صحيح. للوحدة ليس فقط ترى في هذه المباراة، أنا نعم. أتكلم بشكل عام أنه الوحدة هذا الموسم وأيضا من قدوم يعني بشكل جميل، وقدوم كارينو أضاف الكثير للوحدة. أتمنى التوفيق للفريق المكي اللي يمكن تغنى فيه كثير الزميل فواز، وبالفعل استحق الوحدة. يمكن يكفي من الوحدة أسماء كثيرة، تراك ريم المسفر لطفي لبان ولاعبين كثير طلعوا، يمكن اترك الجيل الجديد، يمكن حتى قديمة سعود حريري، بعدين ناصر الشمراني، عيسى المحياني، أحمد نيفاوي، أسماء كثير جاءت من الوحدة أجيال. كثير يمكن آخر النجوم محمد نور ربما هو اللي أيضا جاء من مكة للاتحاد. طيب. بالتالي الكل يسعد أن نشاهد فريق الوحدة، لكن في نفس الوقت أنا تمرنت في الوحدة كمان، أحد النجوم حسن السيد يعني أحد النجوم اللي أحد النجوم بس في نفس الوقت عبد الرحمن يعني نحزن أن نرى الحزم بالصورة اللي كان عليها، وهو الفريق اللي كان بالفعل لافت للنظر في كثير من الجولات الماضية. طيب تختتم غدا مواجهات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاث مواجهات، خلينا نشوف تفاصيل عن هذه المواجهات في التقرير التالي. غدا تختتم منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثلاث مواجهات حملت من بينها قمة الجولة. القمة تجمع الشباب بالهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في مواجهة يسعى خلالها الليث إلى الوصول للنقطة 24 والعودة إلى المربع الأعلى في الدوري، في حين يريد الزعيم الحفاظ على صدارته بعد تعادله الأخير وأن يحقق العلامة الكاملة في مواجهة صعبة. المواجهة الثانية يستضيف فيها أبهى منافسه الفيصلي على أرضية السادة الأمير سلطان بن عبد العزيز. أبها ينشد العودة إلى طريق المنافسة القوية على المراكز الأولى في الدوري بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلي، وأن يعزز رصيده النقطي إلى 26 نقطة، فيما يريد الفيصلي بعد تحقيقه التعادل الصعب أمام الهلال أن يعيد البريق إلى مشواره كما المواسم السابقة، وأن يحقق النقاط الثلاث وصولا إلى النقطة 24. المواجهة الثالثة أرضها جدة وميدانها الجوهرة، حين يلتقي الاتحاد بالعدالة في تنافس من أجل إنقاذ الحال والابتعاد عن المراكز المقصية من الأضواء. الاتحاد 14 نقطة لا ينتظر تعثرا آخر يجر وراءه الكثير من الخيبة وغضب المدرج، فيما يسعى العدالة القابع في مراكز الهبوط ب9 نقاط فقط أن ينشد الدفء في سلم الترتيب ويعيد الأمل لجماهيره في البقاء بين الكبار. طيب قبل ما افتح بالمباراة الغد، بس قبل شوية ابو سارح نتكلم عن الوحدة، حسب مصادر برنامج الديوانية بان لاعبين الوحدة من 8 مباريات ماضية ما استلموا المكافآت بالنسبة لمكافآت الفوز، هذا يعني ممكن يكون مشكلة بالنسبة للوحدة. هذا هم استلموا هذا هم ما استلموا. لا هذه تضحكني ترجعني القصة. ايه؟ في مكة هناك اذا شفت ناس ماشيين كويس وناجحين تلقى في ناس ثانيين توقفهم، ها؟ تحاربهم تسعى انها يعني انها تبرز مثلا مثل هذا الخبر ما بيخرج من الإدارة نفسها، يقول لك والله سلام عليكم احنا ما استلمنا رواتب مثلا. فتلقى جهة ثانية تهتم تبغى تحاول، هذه مشكلة. لا يقول مكافأة أثرت علينا في الندوة وأثرت علينا في الوحدة وأثرت علينا مصادر البرنامج. ايه؟ بأنه لاعبين الوحدة زعلانين على هذا الموضوع، يعني ومسبب لهم ضجر أنه عندهم 8 مباريات احنا ما أخذنا فيها مكافآت، وحتى المباراة اللي بعدها كان ما بين 5 و6 اللي أخذوا مكافآت فوز ما أخذوا. في مكة. ايه؟ ورد يقول في الوحدة
طبعا اداره الوحده لها حق عشان بس في مكه احنا نفتح الناس ماشيين كويس في ناس ما يرضون. انا اقصد بالوحده لا تقول في مكه لا لا انا اقصد وجهه نظري يعني. انا ما صحيح لو سمحت لو سمحت انا بس عشانك والله ايش قلت بالغلط قلت مكه لا لا بالوحده ايوه في الوحده في ناس ودائما في حرب اعتذر في النادي فواز اعتذر طيب ها اعتذر لا لا ما يعتذر هو خطا خطا بس انا اعتذر عن اي حاجه قلتها حتى اللي صح اعتذر الا الهوى الا الهوى ما للهوى عندي عذر اللي بقوله اكيد انه عشان كمان دائما يقول لك في ناس استلموا رواتب وناس ما استلموا وفي أيوة. الاخير تدور الكلام ويرجع على الدعم والهيئه وهل هو الدعم يقول لك مكافآت ويرجع اقول لك ابونا واحد مكافآت فوز ترى ابو شرف فواز يقول مكافآت بس يا فواز يعني حسب مصادرنا انه في استياء عند اللاعبين سالم والله شوف الصراعات في الوحده زي ما ذكر فواز صحيح يعني كانت معسكرات تتجاذب الوحده سلطان ازهر يعني بكل امانه من رجل ما اعرفه لكن في هدوء في اداره الوحده في عمل كبير على الفريق مساله المكافات انا والله ما عندي معلومه عنها يعني لكن تسمح لي عبد الرحمن اطلع شوي قول برا الموضوع مره مره اي يلا سريع سريع في خبر نازل بكره في احدى الصحف لقاء مع وكيل الكابتن مصطفى بصاص يقول ان اللاعب اداره النادي يعني قامت ب إدخال اللاعب في معسكر خاص لإحدى المباريات وهو لم يوقع عقدا رسميا وتحدث بحساب مع الزميلة عكاظ حلو فهذه خبر هذا صدر في عكاظ اليوم الآن أنا توي شوف الرابط على موقع الصحيفة حلو. فهذه الإشكالية اللي إحنا نتحدث عنها أنه يا سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يجب الحسم في موضوع الأهلي الآن كل واحد يقول مو أنا ايه بس قال لك يا ابو لارا الدكتور لما تداخل معنا الدكتور رجل السلمي قال انه في امور ثانيه ما نقدر يعني انتهوا في, انتهوا في يعني اجراءات اللجنه حققت قبل اكثر من 4 ايام يعني هذا الموضوع يجب ان يحسم عشان الجمهور والاعلام يكون على بينه واخشى ان يكون هناك بعض الاخطاء الاداريه قد يكون اللي ممكن تكلف الاهلي شيء كثير فبالتالي يجب قرارات حسم يعني الموضوع ذا ما ينفع تنتظر فيه هذا الارتباك ما ينفع تنتظر فيه يعني انت عندك لجنه طيب. اداره قانونيه في الهيئه العامه للرياضه في 24 ساعه يعني يعكفون على هذا الملف حتى يقفل ممتاز طب خلينا نروح لمباريات الغد حمد الدبيخي القمه المنتظره في الجوله غدا هي الهلال والشباب شوف انا اشوف مباريتين مهمه بكره العداله ايضا والاتحاد الاتحاد والعدالة في نفس سياق الشباب والهلال واكد على كلام ابو ضفاف المتنافسين بالانجليزي الشباب والهلال اوكي يلا ايش في عشان الارضيه الشباب والهلال والله محبه يعني انتم الحين بس علشان من قدام ومن ورا والله العظيم كم قول يا اخي خلوا الواحد يتكلم ابو عبد الله والله قول ابو عبد الله اي خلنا نكمل السالفه مش مو هذا قدام اول ولا هذا الثاني والله قالك يحاربونه هذه الهلال لو قلت العداله والاتحاد والاتحاد والعداله شو المشكله يعني على ارض الفريق المشكله في على الارض على الارض على الارض احنا هم يقصدون على الارض ايه بس الاتحاد يعني والعداله ما في جدا لا يا سالم هذا لاعب كره قدم ولا لاعب كبير ما تعلم الكلام هذا هو سالم سالم حمد عاد قول يا حمد سالم انت قصدت قسم تنويه المشاهد يعني هذه نقطه مهمه هل هي بتغيب عنك مستحيل ابو عبد الله لا هي نقطه مهمه يعني ان اقول ان الاتحاد والعداله والعداله طب لا توقف عندها اذا مهم بروح لان انا شوف سالم وقف الموضوع ابو عبد الله مثل اللي تسوق سياره انا ما تكلمت يا ابو عبد الله لك احد وقف طبعا هذا الكلام يا ابو عبد الله روح ما انا اشوفهم اقول ايش السالفه يلا حبيبي ابو عبد الله حتى خربوا عبد الرحمن لا لا ما حد يخرب لي تاكل قول خلاص نبدا بالهلال والشباب والهلال اكد على كلام ابو ضفاف المنافسين الهلال اي نقطه يخسرها حتى بالتعادل تعتبر خساره بالنسبه له النقاط اللي يحقق فيها البطوله لازم تكون جميعها له لا يخسر حتى بعد مباراه التعادل مش من صالحه فبالتالي انا اشوف مباراه الشباب طبعا اعترف وقال ان احنا مركزين على البطوله العربيه فمعناه الشباب بيكون عليه ضغط ما هو معناه انه مسلم المباراه انه انا ما قلت مسلم خلونا نكمل لا مركز حتى لا لا انت التفت علي يا ابو عبد الله تقول الشباب والهلال وانت العدوى يلا سريع عشان ما اقفل يلا
يلا طيب انا اقول يعني ان الشباب بيكون في وضع مريح بالنسبه له مع الهلال وبيقدم مباراه انا اثق ان مباراه بتكون جميله جدا بين الهلال والشباب او الشباب والهلال. سريعا بندر عن الشباب قبل المباراه، انا اعتقد انه اليوم احنا بنستمتع بسبب جدوله الدوري، يعني نتكلم انا ابو ضفاف عن جدول الدوري اللي تكلمنا فيها قبل عده اشهر. اليوم بنتابع مباراة الأبها والفيصلي، بنتابع مباراة الشباب والهلال، ثم بنتابع مباراة الاتحاد والعدالة، يعني كل المباريات بنتابعها. تداخل المباريات في الفترة السابقة يعني أزعجتنا أن ما نقدر نشوف المباريات. لاحظ أن الموسم الشتاء هو اللي ساهم بالضبط. فأنا أقول لك أنه اليوم يعني جالسين نشوف المباريات. أما مسألة المباريات أنا أعتقد أنه يعني من كلام ابو عبد الله انه الشباب ممكن بيفرط هذه المباراه، انه انا ما قلت كذا. لا انت تقول انه الشباب مركز على البطوله العربيه. لا لا بعيد، لا لا انا ما قلت كذا، لا بعيد بعيد عن كلام ابو عبد الله. لا بس يتهمني قلت انه بيفرط. ما قال كذا، ما قال. انا ما قلت كذا، قلت ما عليه ضغوط. لا لا انا وش اقول، انا اقول انت تقول ان الشباب تركيزه على البطوله العربيه انه متجاهل الدوري. اقول هذه مصالح الشباب. فانا اقول اليوم الشباب يعني بيلعب التاريخ او الهويته. اعتقد انه من يعني من بتكون من امتع المباريات اللي بيقدمها الشباب. إيه بالضبط. طيب خلينا نروح ايضا لاخضر 23 سنه واللي واصل تحضيراته لنهائي كاس اسيا 2020. تفاصيل في التقرير. مشواره لمعانقة الذهب وضمن استعداداته لغمر القارة الصفراء باللون الأخضر، بعد أن ضمن مقعده في أولمبياد طوكيو 2020، يسعى الأخضر السعودي لأن يواصل تميزه وتفوقه على فرق القارة، وأن يختم مشواره في البطولة بتحقيق الكأس من أمام كوريا الجنوبية الأحد القادم. الأخضر والذي وصل للنهائي بعد مشوار حافل تصدر فيه مجموعته في دور المجموعات بسبع نقاط، جاءت بعد فوزين وتعادل ليتجاوز المستضيف في دور الثمانية بهدف للا شيء. صعد الأخضر بعد ذلك لدور الأربعة ليلعب مع المنتخب الأوزبكي ويخطف الفوز والتأهل لنهائي كأس آسيا ويضمن مقعدا له في أولمبياد طوكيو 2020. المنتخب السعودي يلعب هذه البطولة بروح عالية ومستوى كبير لجميع اللاعبين، والذين سجلوا في مشوار البطولة حتى الآن 5 أهداف أتت من 5 لاعبين بوقع هدف لكل لاعب. كما واصل الأخضر أفضليته في المباريات الماضية ليحصل لاعبوه على جائزة أفضل لاعب في جميع المباريات الخمس التي لعبها الأخضر في مشوار البطولة. يستعد منتخبنا للنهائي بكامل الأسماء وبلا غيابات، حيث أجرى اليوم تدريباته تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري قبل أن تحتفي سفارة المملكة العربية السعودية لدى تايلاند ببعثة المنتخب السعودي بمناسبة تأهله لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وينتظر أن يختتم منتخبنا الوطني استعداداته للنهائي بتدريبه الأخير غدا ويحقق تطلعات الجماهير السعودية ويعود بالذهب إلى أراضي الوطن. طيب خلينا نروح معك ابو ضفاف سعد العبدلي على المنتخب السعودي وتجهيزه لهذه المباراه بعد ما كسب خلينا نقول المباراه الماضيه والتاهل للاولمبياد. لا وكسب رضا كبير في الشارع الرياضي. اكيد شوف طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب. انا من وجهه نظري انه حقق الاهم وهو التاهل، باقي المهم وهو اللقب. يعني شوف كيف المعادله مختلفه، الناس دائما تبحث عن اللقب، لكن اللقب اكيد هو مهم ولكن ما هو باهميه التاهل للاولمبياد. تكلمنا كثير عن المنتخب والجهاز الفني واللاعبين والتناغم اللي والكيمياء اللي بين اللاعبين، تشعر انه بالفعل منتخب كتله واحده، يعني لا تشعر باللاعب البديل ولا اللاعب اللي يغيب ويعود في الفه. انا اللي اخشى صراحه واتمنى انه يعني زملاء بعض الزملاء الاعلاميين انه يعني اتمنى تحقيق اللقب، لكن لو خسرنا الكاس صحيح. أن لا تكون أن هناك من يسم السكاكين ويعلق المشانق وكأن لم نحقق منجز، لأن هذا المنتخب أنا قلت لك يمكن كثير عبد الرحمن، أنا أشوف هذا المنتخب في نهايات كأس العالم يمكن 4-5 منهم في 2022 و19 لاعبين في 2026، ف
فعلينا أن نبني الثقة في هذا المنتخب. ننتظرهم في مشروع أكبر بلا شك. فنتمنى التوفيق للمنتخب، لكن أنا أقول يا زملاء إعلاميين، يا بعض الزملاء الإعلاميين، لا نجعل خسارة اللقب لا سمح الله. نعم. والجمهور كاننا يمكن الجمهور ما هو مؤثر زي طيب. ساعات زي اللي يظهرون في القنوات ولا يكتبون في صحف. حلو. وبالتالي نخسر كل ما بنينا في هذا المنتخب. في هذا المنتخب. طب نروح للبطولة أيضا مهمة، بطولة كأس القادة. تابع تقرير عن اليوم وش حدث في هذه البطولة. تابع. كملت اليوم منافسات بطولة كأس القادة السعودي والمقامة على ملعب معهد إعداد القادة بالرياض بأربع لقاءات، منها تحديد مراكز ودور نصف النهائي. اللقاء الأول، خسر فريق النصر من أمام فريق زينة الروسي بنتيجة 3 أهداف دون رد في مباراة لتحديد المراكز. في اللقاء الثاني، خسر الهلال من أمام فريق ريد ستار الصربي ب3 أهداف دون رد في لقاء تحديد المراكز، ليواجه فريق النصر السعودي في تحديد المركز 7 و8 يوم الأحد القادم. ثالث اللقاءات كانت ضمن دور النصف النهائي، والتي جمعت بين فريقي سبورتنج لشبونة البرتغالي وجينيك البلجيكي، وكسب اللقاء سبورتنج لشبونة ب4 أهداف لهدفين ليصل لنهائي البطولة. رابع اللقاءات كان ضمن دور النصف النهائي، والذي جمع بين فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وفيترول الروماني، والتي انتهت بفوز فريق أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل ليتأهل لنهائي البطولة في مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي يوم الأحد القادم على ملعب معهد إعداد القادة. طيب خير، بروح معك سالم الأحمدي. أنت اليوم كنت حاضر واحدة من المباريات، إيش هي كانت المباراة؟ سبورتنج لشبونة وجينيك البلجيكي. أنت تعليقك على البطولة هذه؟ والله شوف، يعني أنا أشاهدها على القناة الرياضية. للأمانة يعني في فعاليات مصاحبة ترى للبطولة، يعني أنا تفاجأت بمستوى لاعبي سبورتنج لشبونة بكل أمانة، يعني وفي ترى مؤشر في هذه البطولة، يعني من خلال الجلوس مع الإخوان القائمين على هذه البطولة في مؤشر خطير على الناشئين في الأندية السعودية، تحديدا الهلال والنصر. طيب. النصر لم يسجل أي هدف في هذه البطولة. أي. والهلال خرج بنقطة وحيدة اليوم. يعني صراحة لشاهد التشكيل البدني، التشكيل البدني للاعبين واللعب، يعني تحس أنك أمام فريق كبير جدا. فأعتقد مثل هذه البطولات يجب أن تنتشر في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة. يعني كان هناك فرق شعبية، أسر منتجة، صراحة عمل كبير تشكر عليه الهيئة العامة للرياضة مع هذه إعداد القادة. التكوين الجسماني تكلموا عنه ناس كثير. أيه؟ بس هو ترى دائما هو دائما عامل فارق، سواء على المستوى المنتخب الأول، على المنتخب الشباب. طيب. الناشئين، يعني نفس النسبة والتناسب هذه راح تلاقيها بين فريق برتغالي وفريق سعودي، سواء على مستوى المنتخبات أو درجة أولى أو ثانية أو ناشئين أو خلافه. وقتي انتهى، شكرا لكم ضيوفي اليوم. شكرا لكم معي في الحلقة، شكرا لآرائكم. قبل ما أخذت بس بقرأ تغريدة كانت على الهاشتاج عندي. عبد العزيز يقول: تحية وإجلال لبرنامج الديوانية ومقدمة عبد الرحمن، كلام سالم الأحمدي وتقبله من عبد الرحمن إن دل فهو يدل على الديمقراطية، ولهذا فهو البرنامج الوحيد الذي لن أندم على متابعته. شكرا لك عبد العزيز على ثقتك في هذا الموضوع، لكن أنا بأخذ هذه التغريدة باتجاه ثاني. إحنا بالفعل هنا في برنامج الديوانية ما عندنا أي خلنا نقول مصالح مع أي أحد أو علاقات سيئة مع أي أحد، إحنا فاتحين الموضوع للكل، حتى ضيوفنا معنا يعرفون أن إحنا في البرنامج نسير في اتجاه المنطق واتجاه العقل والطرح بعقلانية، في سواء النقد أو حتى المدح لمن يستحق هذا المدح. فبالتالي إحنا نبغى منكم تساعدونا في هذا الاتجاه. في طرح كثير يكون عن البرنامج على مستوى النقد نتقبله، لكن تأكدوا تمام التأكد أن إحنا ما عندنا مصالح مع أحد أو محاولة الإضرار بأحد أو علاقات فاسدة مع أحد. إحنا في النهاية نبحث عن عمل إعلامي حقيقي نقدمه لك أنت يا المتابع، مهما كان لونك ومهما كانت قناعاتك، اللي إحنا نحاول نقدم العمل الإعلامي المهني الحقيقي اللي يواكب التطور اللي موجود في كرة القدم السعودية، واللي إحنا نبغى نوصل فيه لمستويات أعلى على مستوى الإنجاز وعلى مستوى العقلية الإعلامية اللي تقدم
للمتابع وتحترمه وتحاول توعيه وتطور منه حتى في كرة القدم. شكرا لكم في المتابعة، فمان الله.